بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وتوفيقه بإذن الله الأهلي بيخوض قبل نهائي كاس يعني دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم والأقوى على المستوى الأفريقي بالتأكيد، واللي بيشارك فيها الأهلي في أدوارها النهائية. المواجهة معها تبقى وفاق سطيف النهاردة إن شاء الرحمن، فاضل على الحلو دقيقتين، دقة النهاردة إن شاء الرحمن، وبعد كده تستكمل المباراة أو الدور بلقاء عودة إن شاء الرحمن مع وفاق الصيف، وبعد كده هنشوف مين اللي هيوصل للنهائي، لكن هي خطوة خطوة. في مباراة برضو أخرى بتقام دلوقتي يعني تكملة للبطولة قبل النهائي، أول أغسطس بيواجه الترجي التونسي في أنجولا. المباراة بتقام دلوقتي، خلص شوطها الأول 0-0، تعادل سلمي ما بين أول أغسطس والترجي التونسي. حلم كل أهلاوي، حلم كل مصري، مش كل أهلاوي بس، كل واحد مصري موجود في مصر أو خارج مصر بيتمنى للأهلي الوصول للدور النهائي، بيتمنى للأهلي الوصول على الأميرة العزيزة على القلوب اللي هي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي طبعا أكبر نادي في القارة الإفريقية، أكبر نادي عربي، أكبر نادي إفريقي، واخد البطولات المحلية ما بينافس بيها بس، والبطولات القارية ما بينافس بيها بس أبطال القارة ولا أبطال بلده، بينافس بيها أبطال العالم، بينافس بيها ريال مدريد، انتر ميلان، إسي ميلان، برشلونة، في عدد الألقاب القارية الأهلي لها بإذن الله. الأهلي بيواجه فرقة بالتأكيد هي فرقة صعبة، بالتأكيد هي فرقة قوية، بالتأكيد وصلت للدور قبل النهائي للبطولة، فهي أكيد أحسن فرقة على مستوى المحلي في الكرة الجزائرية والمستوى الإفريقي، قدرت تتغلب على عدد كبير جدا من الفرق، وليه لأ، وهي اللي خرجت حامل اللقب اللي هو الوداد المغربي. فاضل على الحلو دقيقتين، الدقة النهاردة إن شاء الرحمن تكون كويسة للأهلي بعدد كويس إن شاء الرحمن من الأهداف، أيا كان الفوز أيا كان فارق الأهداف، لكن المهم المكسب يجي إن شاء الرحمن. أنا في المباريات اللي زي كده يعني بحكم العقل أكتر من القلب، لو قدرنا إن احنا نزود عدد من الأهداف كويس خير وبركة، لكن لو ما حصلش خلاص المكسب كويس، 1-0 كويس، 2-0 هايل جدا جدا جدا. خلينا نخوض في الأمور الفنية والتحليلية والتفصيلية الخاصة باللقاء لما يكون معانا في الجزء الثاني نجومنا كباتنا في ملعب الأهلي. هيبقى معانا النهاردة تشكيلة فريق ملعب الأهلي، هيبقى مكونة من كابتن ماهر همام وكابتن حمادة صدقي وكابتن أسامة حسني. نطير على طول على الملعب عشان احداثه، ده سيمي فاينل، سيمي فاينل مش بطوله محليه ولا سيمي فاينل كاس عادي ولا حاجه عاديه، لا انت بتتكلم على اكبر بطوله افريقيه، على اكبر بطوله افريقيه على المستوى القاري، هي دوري ابطال افريقيا، البطوله العزيزه قوي 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 اللي حلم ناس كتير قوي انها تكون موجود فيها، وحلم ناس اكتر انها تكمل فيها في المشوار، وحلم ناس اكتر واكتر انها توصل للسيمي فاينل، لكن دايما الاهلي بيبص لاخر المشوار، بيبص لنقطه النهايه او النقطه الاخيره، بيبص للمنافسه وحمل اللقب ورفع الكاس، والاهلي واخد 8 مرات هنعدها مع حضراتكم وهنتكلم فيها، لان هو تاريخ بتعيش عليه، بيبقى له حاجات كتير جدا جدا جدا، ذكريات واحداث وبطولات وانتصارات واجواء ساقعه قوي في اليابان، واحداث هايله جدا، واجتماعات تحضيريه لرؤساء الانديه اللي بتمثل الانديه في كاس العالم والمديرين الفنيين واللعيبه، اجواء رهيبه جدا. وزيد من الحلاوه بقى يعني كمان حاجه حلوه اكتر واكتر، ان المره دي كاس العالم للانديه هيبقى في بلد عربي، ومش اي بلد عربي كمان، هيبقى كمان في الامارات، فيا رب ان شاء الله الرحمن يكتبها لنا ويكتبها لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر. معانا على طول كريم من المعسكر والاحداث والظروف والكواليس والدنيا ماشيه ازاي والحضور الجماهيري وكل حاجه خاصه باللقاء مع كريم. اتفضل يا كريم. يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوبنا طبعا في الاستوديو التحليلي كابتن ماهر همام، كابتن حماده صدقي والكابتن اسامه حسني. الاهلي اليوم على موعد في مباراه قبل النهائي، الاهلي وفاق سطيف الجزائري على استاد السلامه في الساعه 9 ان شاء الله، باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه. نتيجه المباراه دي والمباراه القادمه باذن الله تؤهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه، وهو حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كمان اعضاء النادي الاهلي. لو بنطمن سريعا كابتن ساك كالعاده على كل الاجواء الخاصه هنا بفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه القريب من استاد السلام، الامور مهيئه جدا. كابتن محمد يوسف مستر باتريس بيفرض سيطره كبيره وحاله تركيز كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي نظرا لاهميه هذه المباراه. يمكن كمان كالعاده بيكون في وجبه غداء في الساعه 2 ظهرا، بتختتم بمحاضره فنيه اخيره لمستر باتريس كارتيرون، بيضع فيها طبعا كل النقاط الخاصه بالمباراه، نقاط القوه والضعف لفريقه وفاق سطيف، وايضا كمان التكتيك الخاص بالمباراه للتشكيل
لكن زي ما بنقول يمكن كان اعداد جيد لجهاز الفني للنادي الاهلي، تابع اكثر من مباراه لفريق وفاق سطيف واخرها مباراه شبيبه القبائل اللي خسر فيها فريق وفاق سطيف بنتيجه 1-0، لكن في اختلاف كبير جدا طبعا عن بطولات الدوري الجزائري والبطوله الافريقيه. لكن زي ما بنقول الحاله اللي احنا شايفينها لعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز الكبيره والرغبه ان شاء الله في الوصول الى المباراه النهائيه والحصول على البطوله الافريقيه، ده اللي مخلينا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا النهارده ان هم يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي، وتكون نتيجه مطمئنه ونتيجه مريحه ان شاء الله تساعدنا في مباراه العوده. زي ما انت عارف يا كابتن سيد، مباراه العوده هتكون في الجزائر، هتكون مباراه شرسه ومباراه قويه جدا، فبنتمنى النهارده ان شاء الله بالنسبه للمباراه النادي الاهلي يؤدي كل الامور الخاصه فنيا، وباذن الله ينقص التوفيق باذن الله على المولى عز وجل. ايضا كمان بالنسبه لفريق وفاق سطيف، فكان وصل يوم الاحد على متن طائره خاصه، هم مركزين طبعا بشكل كبير، وصولهم لهذه المرحله اكيد طبعا بيحسب للجهاز الفني بقياده كابتن رشيد الطاووسي المغربي، طبعا عامل اداء مميز معاهم بالنسبه لي البطوله الافريقيه. وصلوا يوم الاحد تدربوا تدريب اخير على استاد السلام في الساعه 9، كان سابقا مؤتمر صحفي فيها الساعه 8:30، امور كلها طبعا اعتياديه بالنسبه لاسئله الصحفيين، مدى جاهزيه فريق وفاق سطيف، وايضا كمان ذكروا عن عدم حضور الجمهور بالكثافه المعتاده لجمهور النادي الاهلي، هل هيبقى ليه تاثير او هتكون نقطه في صالح نادي وفاق سطيف، اكد عليها الكابتن رشيد الطاووس طبعا، وقال اكيد نقطه ايجابيه كبيره جدا ان احنا ما نشوفش جمهور كبير كعدد جمهور النادي الاهلي، لكن اكيد هم بيقولوا ان هم مركزين بشكل كبير، عايزين يحققوا نتيجه، وده اكيد مشروع في كره القدم. لكن اللي احنا شايفينه يا كابتن سيد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي او بالنسبه كمان للجهاز فني، في حاله تركيز كبير ان شاء الله تنعكس عليهم في مباراه اليوم، الامور كلها مهيئه ان شاء الله للنادي الاهلي، ينقص التوفيق كمان ايضا بالنسبه للطاقم التحكيم الاثيوبي اللي هيحكم النهارده مباراه اليوم. ان شاء الله يا كابتن سيد كالعاده نكون مستمرين معاكم ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وفرحتنا تكون عقب الفوز الكبير اللي ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي يحققوا النهارده فوز على فريق وفاق سطيف. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا كريم. طيب كانت دي الكواليس، خليني اقول لكم الاهلي طبعا يملك خبرات في التعامل مع المواقف اللي زي كده كتير جدا، مواجهات ما قبل النهائي دوري ابطال افريقيا كتيره بالنسبه للنادي الاهلي، خاضها الاهلي مع فرق كتير قوي متعدده من كذا بلد مثلا، يعني خليني اقول من 2000 مثلا 2001 لحد دلوقتي، يعني انت بتتكلم في 18 سنه الاخيره في الالفيه الثالثه، في 2001 كان السيمي فاينال كان يجمع ما بين الاهلي والترجي 1-1 في تونس، وكانت المباراه الاولى انتهت 0-0 هنا، وكان ربنا رزقني بهدف انا عايش عليه لحد دلوقتي هو هدف الترجي يعني. في 2005 جمع الاهلي في البطوله الثانيه اللي حققها الاهلي، 2001 خدها الاهلي او فاز بها الاهلي، في 2005 جمع الاهلي مع غريمه التقليدي المصري الزمالك، المباراتين كانوا طبعا على استاد الكليه الحربيه، المباراتين كانوا على استاد الكليه الحربيه. فاز الاهلي في المباراه الاولى اللي كانت فرقه الزمالك هي صاحبه الملعب فيه 2-1، والمباراه الثانيه فاز الاهلي برضو بهدفين لبركات لو تتذكروا 2-0. في 2006 كانت المباراه الاولى جمعت، كانت هنا في القاهره زي الاحداث اللي احنا فيها كده ما بين الاهلي واسيك، والاهلي كسب 2-0 وكان خسر في ابيجان هناك 2-1 وصعد بفارق الاهداف 2-0 وخساره 2-1. في 2008 كان الاهلي مع مواجهه مع انيمبا، انا بتكلم على البطولات اللي كسبها الاهلي طبعا خلال المشوار ده، الاهلي خد مجموعه من المباريات، لكن انا بتكلم على البطولات اللي حصل عليها الاهلي. في 2008 كانت السيمي فاينال جمع ما بين الاهلي وانيمبا، اللقاء الاول كان في نيجيريا هناك 0-0، واللقاء الثاني كان هنا في استاد القاهره بقى المره دي، وتفوق اهلاوي بهدف او راسيه فلافيو لو تتذكروا، جلبرتو عرضيته كان كورنر من ناحيه اليمين كده في استاد القاهره، وقدر فلافيو ان هو يحرز الهدف، كان في الدقيقه 25. في 2012 كان السيمي فاينال ما بين الاهلي وسانشاين النيجيري، كان التعادل 3-3 هناك في نيجيريا بهدفين لمحمد ناجي جديو والجدو، محمد ناجي جديو كان احرز هدفين وسيد حمدي احرز هدف، وكانت المباراه انتهت 3-3، والمباراه اللي اقيمت الثانيه اللي كانت على استاد الدفاع الجوي يوميها كان الاهلي تفوق بهدف للاشيء عن طريق محمد ناجي جديو. في 2013 ودي اخر بطوله خدها الاهلي او احرزها الاهلي في دوري الابطال، بعد كده كان في الكونفدراليه 2014 اللي كان بتكلم على البطوله اللي خدها الاهلي في دوري الابطال. في 2013 كان السيمي فاينال جمع ما بين الاهلي والقطن الكاميروني 1-1 هناك في جروه بلد القطن الكاميروني بهدف كان احرزه ابو تريكه لو تتذكروه، و 1-1 برضه هنا على استاد الجونه وكان هدف لعبد الله السعيد وبعدين الاحتكام لركلات الجزاء وقدر الاهلي يتفوق 8-7. دول كانوا 8-7 او 7-6، دول كانت اخر مواجهات في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن على مستوى افريقيا كلها او من 82 بقى
لحد دلوقتي الاهلي خاض 26 مباراه، فاز في 12 وتعادل في 8 وخسر 6، عنده 35 هدف، 35 هدف وعليه 19 هدف. الاهلي وصل للدور قبل النهائي 11 مره وخرج مره واحده بقى، خرج مرتين في قبل النهائي، منهم واحده انا متذكرها الثانيه مش متذكرها، واحده بتاعت انيرامو طبعا، يعني ايد انيرامو الشهيره بالتاكيد يعني، الثانيه مش متذكرها قوي كانت سنه كام برضو مش متذكرها قوي. في مواجهات الاهلي بقى مع وفاق الصيف لعب ثلاث مرات بس جمعت ما بين الاهلي ووفاق الصيف، مباراتين كانوا في دوري ابطال افريقيا في نفس الدور اللي احنا فيه ده، يبقى خلاص يبقى المباراه الثانيه اللي خرج منها الاهلي هي وفاق الصيف في 88. المباراه الاولى انتهت في الجزائر 2-0 والمباراه الثانيه انتهت هنا استاد القاهره 2-2، كان ربيع ياسين وعلاء ميهوب مع طبعا حفظ الالقاب بالتاكيد كابتن علاء ميهوب وكابتن ربيع ياسين كان احرزوا اهداف الاهلي، وانتهت المباراه 4-2 بركلات الجزاء لصالح وفاق الصيف. المباراه الثالثه اللي جمعت الاهلي مع وفاق الصيف كانت في هناك في الجزائر لو تتذكروا في كاس السوبر في 2015، وانتهت المباراه 1-1 ورحنا برضو لضربات الجزاء، الهدف الشهير جدا جدا لعماد متعب في الدقيقه 94 او 95 كان هدف التعادل، برضو وتفوق جزائري عن طريق ضربات الجزاء. الاهلي بقى مع الانديه الجزائريه بشكل عام لعب 17 مباراه، فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 4، عنده 19 هدف وعليه 14 هدف. الاهلي لعب مع خمس انديه جزائريه، مولوديه العاصمه ووفاق الصيف وشبيبه القبائل وشباب بلوزداد واتحاد العاصمه. مولوديه العاصمه اعتقد انها مولوديه وهران يعني، ووفاق الصيف وشبيبه القبائل و شباب بولزداد واتحاد العاصمة. دي كانت مواجهات الأهلي مع أندية الجزائرية بشكل عام. المباريات العربية أو الشمال الإفريقي بيبقى لها طبع خاص في التعامل والطريقة والتحضير وأثناء الملعب نفسه. يعني هما كرتهم طبعا كويسة بالتأكيد، كرة عربية شمال أفريقيا زينا يعني قريبة مننا عكس الكرة السمراء أو الكرة الإفريقية البحتة يعني. التمركز بتاعهم الى حد كبير بيبقى مقبول ومعقول جدا على عكس برضو الكره السمراء، الكره او اصحاب البشره السمراء يعني. لكن في تفوق مصري على الكره الشمال افريقيه حتى على مستوى المنتخبات، بقى في تفوق شديد جدا جدا للمنتخب المصري او الانديه المصريه بشكل عام في الفتره اللي فاتت 15 17 سنه اللي فاتوا. ما تروحش للعصبية انت، انا بتكلم على لعيبة النادي الاهلي تحديدا، يعني ما تملش للعصبية حتى لو هم دفعوا كده او اشتغلوا على ده، ما يبقاش الموضوع فيه شكل تنشنة او توتر او حاجة تخرجك بره تركيزك، هم بيجيدوه انت مش هتجيدوه، انت خليك في الملعب التسعين دقيقة. التحكيم النهاردة او صفارة النهاردة بملاك ده حكم اثيوبي اسمه بملاك، ده حكم جيد جدا على فكرة، رغم ان هو السنه اللي فاتت له وقع معانا كانت سيئه جدا لو تتذكروها، كان بينالتي ما فيش اوضح من كده لوليد ازارو، كان في الدقيقه إيه لم تخن الذاكره كان في الدقيقه 57 58 من احداث الشوط الثاني. ماشي يا سمر، ما تحرمش يا سمر، نردها لك كده في كام ماتش جايين باذن الله. طبعا دي بينالتي مش ممكن يعني، رجل ازارو او ركبه ازارو لسه وجعاه لحد دلوقتي، ركبه ازارو وجعاه لحد دلوقتي، مش ممكن دي تكون يعني او انكل رجل ازارو يعني وجعه لحد دلوقتي، مش ممكن دي ما تتحسبش يعني، مستحيل ما تتحسبش مستحيل. لكن في النهايه يعني ما حسبهاش الراجل، دي كانت في النهائي هنا في استاد برج العرب لو تتذكروا. بملاك هو حكم اثيوبي، حكم جيد جدا على فكره، انا مش عشان الغلطه ديت هقول حاجه عليه، لا يعني انا اعرفه كويس طبعا وادار مباريات للاهلي كتير ومنتخب مصر كتير، حكم كويس جدا، تقديره في الكره دي ما كانش مظبوط خالص رغم ان هو شايفها برضو، تقديره ايه مش عارف يعني، كان باصص لها ازاي، لكن دي يسال فيها الراجل ده يعني. هو حكم كويس، شخصيته كويسه قويه، مش بيتنرفز كتير، مش هتلاقيه بيتعصب يعني، يعني مش هتلاقيه من الحكم اللي هو بيقعد يشوح وبيقعد صوته عالي ويقعد يعمل لك كده، لا هو بيسيطر كويس جدا وبيروح هتلاقيه في قلب الحدث لو في حاجه حصلت ولا حاجه، بياخد قراراته سليمه 100%، بيدي الكارت الاصفر في ميعاده، الكارت الاحمر في ميعاده، حكم جيد يعني للامانه، حكم جيد،
حتى الحكم اللي هيحكم اللقاء الثاني اللي هيبقى في الجزائر اللي هو جوميز، انا من وجهه نظري الشخصيه ورايي الشخصي يعني هو احسن حكم في افريقيا على الاطلاق بلا منافس، او يعني المنافسه تيجي بعد مسافه بعيده، اي حكم تاني مع الراجل ده يجي بعد على مسافات بعيده. يا رب يكون موفق، يا رب يكون موفق، لكن هو على المستوى اداره المباريات والسيطره على المباريات رغم ان هو قد كده يعني، هو قد كده يعني مش بالجسم سعادتك يعني، لكن هي سيطره 100% على كل مجريات اللقاء، وهتلاقيه في الوقت والثانيه موجود. وكان حكم لنا مباراه كامبالا سيتي جوميز ده بملاك، ده بملاك ماشي، ده الحكم الاثيوبي طاقم التحكيم بتاعه 100% سمير اوكي. فاللي هيديروا اللقاءين يعني كويسين جدا حق ربنا يعني، يبقى بقى عنصر التوفيق يعني، فيا رب ان شاء الرحمن يكونوا موفقين باذن الله تعالى، وان شاء الرحمن يبقى الاهلي باذن الله موفق اذا كان المباراه اللي هنا او اللي هناك. ده الطاقم التحكيم بشكل عام، حتى مراقب اللقاء اللي هو السوداني شمس الدين مجدي طبعا بنوجه له كل تحيه وتقدير، هو حكم كبير جدا 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 من ايام الثمانينات والتسعينات لو تتذكروه كمان يعني، فحكم هايل يعني. اوكي ده المراقب، اسف ده المراقب للمباراه يعني، والمنسق كمان منسق ليبي كمان يعني اللي صح مظبوط علي جيلاني. اوكي طيب بذكركم شويه حاجات كده، وان شاء الرحمن يا رب باذن الله كلنا كده نرفع ايدينا باذن الله، العشاء اذنت وكله صلى وكله تمام، يرفع ايديه كده ويقول يا رب باذن الله ساعه اجابه ان شاء الرحمن كده تبقى ساعه باذن الله فتحه خير على كل الاهلاويه ان شاء الرحمن، ويكون النهارده مباراه كويسه جدا ويحقق الاهلي نتيجه كويسه تساعده في مباراه العوده ان شاء الرحمن. اذكركم كده سريعا بكل الاحداث الافريقيه والبطوله الاغلى والاكبر والاقوى طبعا على المستوى الافريقي، الاهلي في مواجهه وفاق الصيف النهارده ان شاء الرحمن الساعه 9 باذن الله، لكن قبليها يعني هقول لكم النتيجه على طول، وفاء او اول اغسطس بيواجه الترجي التونسي في الجانب الاخر يعني في انجولا اللقاء الاول، التعادل مسيطر على اللقاء لحد دلوقتي، ومباراه نصف النهائي بدوري ابطال افريقيا وفاق الصيف زي ما قلنا كده والترجي مع اول اغسطس. المباراه الثانيه بقى هتبقى يوم 23 اكتوبر برضو يوم الثلاث، يعني بتتكلم في حوالي 3 اسابيع من دلوقتي، النهارده كام؟ النهارده 2، بعد 21 يوم بالظبط 3 اسابيع، بعد 21 يوم نفس يوم الثلاث النهارده الثلاث الاهلي مع وفاق الصيف، والترجي كمان هيلعب اول اغسطس في نفس اليوم. طيب مشوار الاهلي في الادوار التمهيديه بدوري ابطال افريقيا، الاهلي سريعا كده لعب مونانا الجابوني في اللقاء الاول 4-0 واللقاء الثاني 3-1، وبعد كده مشوار في دوري المجموعات 0-0 مع الترجي، وخساره من كمبالا سيتي 2-0 والتاونشيب 1-0، وكان قبلها 3-0 لصالح الاهلي، وبعد كده فوز على الترجي في تونس في رادس 1-0 وفوز على كمبالا 4-3. الاهلي رجع من بعد كبير جدا، كان عنده نقطه واحده لكن قدر ان هو يحصل على 12 نقطه من اصل 12 في اللقاءات الاربعه الاخيره يعني. في دور الثمانيه الاهلي تخطى حوريه الغيني بتعادل سلبي 0-0 في غينيا، ثم الفوز على حوريه الغيني في واحده من احلى لقاءات الاهلي السنه دي، طبعا هي لقاء حوريه الغيني برباعيه وليد سليمان واسلام محارب وصلاح محسن واحمد فتحي. وفاء الصيف بقى يعني كان المباريات اللي لعبها يعني، او وفاق الصيف في المباريات اللي لعبها ماشي يا عم، وفاق الصيف ماشي يا سيدي. وفاق الصيف قد عدد من المباريات، لكن هو كان في مجموعه بتضم مازيمبي الكنغولي، وكان معاه كمان نادي مولوديه الجزائر من بلده بالتاكيد، ثم الدفاع الحسني الجديدي، لا الحسن الدفاع الحسني الجديدي، فخاض اللقاءات كلها كل مبارياته في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات تحديدا دور ال 16 يعني، كل المباريات سواء داخليه او خارجيه جاء في اهداف يعني، جاء في اهداف في معظم مباراته او كل مباراته في دوري المجموعات اللي هو كان بيمثل دور ال 16 يعني، وصعد لحد اخر مباراه يعني كان على الحركرك يصعد ولا لا، لكن يبدو ان رشيد الطوسي ده مدير فني مغربي جيد جدا، وهو بيواجه في الوداد فريق من بلده يعني، فكان حافظهم بقى كان عارفهم قدر يتعامل معاهم بشكل كويس جدا. إيسيلا كان النجم السنغالي بتاعه كان جاب له جول في مباراه الذهاب وبتعادله 0-0 في مباراه الاياب، وصعد على اثرها نادي وفاق الصيف لمواجهه الاهلي النهارده ان شاء الرحمن. طيب موقف الفريقين في المجموعات، الاهلي من 6 مباريات عنده 13 نقطه، وفاق الصيف من 6 مباريات كان عنده 8 نقاط. هدافين الفريق وليد ازارو بست اهداف
والحبيب بقلمونة بأربع أهداف. ده ست أهداف وده أربع أهداف. طيب عايز أقول لكم على رشيد الطوسي برضو عشان تبقى عارفين التاريخ قبل ما أكلمكم على رشيد الطوسي. دي كواليس مش هتشوفوها غير عندنا بس في ملعب الأهلي، كواليس يعني نجوم الأهلي والجهاز الفني للأهلي أثناء المعسكر وأثناء أعتقد أن هم رايحين، اللقطات اللي انتم شايفينها هم رايحين المحاضر يعني قمة التركيز. يا رب إن شاء الرحمن بإذن الله يكون الأهلي موفق النهاردة بإذن الله تعالى، والتوفيق يكون حليفه إن شاء الرحمن، لأن ده عنصر مهم جدا في الأدوار اللي زي كده وفي المباريات اللي زي كده. في السيمي فاينال أو الدور قبل النهائي الأهلي اللي له عدد من الهدافين على رأسهم كابتن محمود الخطيب عنده أربع أهداف في الدور ده، محمد أبو تريكة عنده ثلاث أهداف، ومحمد ناجي جده عنده ثلاث أهداف، ووليد أزارو عنده ثلاث أهداف. دول هدافين الأهلي في الدور ده، في الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا الأهلي هدافينه كابتن محمود الخطيب بأربع أهداف، محمد أبو تريكة ثلاث أهداف، ومحمد بركات ثلاث أهداف، ومحمد ناجي جده ثلاث أهداف، ووليد أزارو ثلاث أهداف. أوكي طيب، رشيد الطوسي هو مدير فني مغربي، يعني أنا أتذكره من زمان جدا في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 19 سنة، كنت أنا واحد موجود فيها يعني في المغرب سنة 97، كان هو المدير الفني للمنتخب المغربي اللي هو كان بيمثل الشباب بالمنتخب المغرب في البطولة ديت. هم خدوا البطولة على فكرة، هم صعدوا على حسابنا بفرق هدف، لكن في النهاية قدروا ان هم ياخدوا البطولة، يفوزوا بالبطولة. رشيد الطوسي مدير فني جيد جدا طبعا، بيعرف يستخدم الأوراق اللي معاه وبيعرف يتعامل معاها بشكل كويس، وعنده حتة يعني بيستخدم الحتة الإعلامية بشكل هايل جدا، يعني بيعرف يضغط على الفرق اللي هتلعبه او المنافسين امتى، بيعرف يتعامل يدي تصريحات امتى، ودي مهمة جدا في المديرين الفنيين او الإداريين حتى، يعني ازاي تضغط على المنافس، ازاي تبقى حتى السكوت نفسه في وقت معين مهم جدا جدا جدا، مش كل حاجه الكلام بيجيب نتيجه، ممكن السكوت نفسه يجيب نتائج احسن وافضل. على العموم خلينا نستنى اللقاء، لقاء في منتهى الاهميه والصعوبه في نفس الوقت، لقاء عربي خالص ما بين الاهلي ووفاق الصيف، لكن ان شاء الله الرحمن الاهلي بخبرات لعيبته ونجومه ان شاء الله الرحمن باذن الله باذن الله باذن الله يحقق نتيجه كويس. هنتكلم في الامور الفنيه والتفصيليه الخاصه باللقاء ووصول للدور قبل النهائي ومواجهه وفاق الصيف والتشكيله طبعا بتاعه الاهلي وبتاعه وفاق الصيف، وراي نجومنا كابتن ماهر همام وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني بعد الفاصل اللي جاي. استنونا في يوم اهلاوي ان شاء الرحمن باذن الله يحقق في النادي الاهلي نتيجه تساعده ان شاء الرحمن على العبور للدور النهائي والفوز بالبطوله الاغلى والاهم والاقوى والعالميه من جديد ان شاء الرحمن. التسعه يا اهلي ان شاء الله. يا رب اجعلنا في كل هجمه كورنر وفي كل ضربه مرمى بينالتي. كابتن ماهر مساء الفل. مساء الخير يا كابتن سيد، كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. منورني يا ابو كابتن، ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. حبيبي كابتن حماده، كابتن حضرتك ايه؟ ربنا يخليك الحمد لله، كله تمام؟ يا رب يكون يوم جميل النهارده ان شاء الله ونفرح باذن الله. يا رب ان شاء الله. ابو الاشبال ايه الاخبار؟ ربنا يخليك يا كابتن سيد، كله تمام؟ متالق دايما، ويا رب يبقى يوم كده سعيد على الاهلاويه كلهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله يبقى فتحه خير ان شاء الله واللقاء كويس. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها اول اغسطس جاب جول في الترجي، بقت النتيجه 1-0 في الدقيقه 82، اول اغسطس بيحرز الهدف الاول اللقاء الاول في انجولا 1-0، لكن ما يهمناش احنا، خلينا نكمل نتكلم في مشوارنا وطريقنا. كابتن ماهر اخد راي حضرتك بشكل عام كده وبعدين نتكلم في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده النادي الاهلي بيقابل وفاق الصيف الجزائري، وانا شايف ان دي يا راجل بطوله مبكره يا كابتن سيد صراحه، يعني الفرقتين حبيبي ابو كابتن، الفرقتين طبعا ليهم تاريخ وليهم باع كبير جدا. النادي الاهلي صاحب بطولات افريقيه وفاق الصيف نفس الكلام. انا شايف ان النهارده مباراه هتبقى يعني في منتهى الصعوبه على الفرقتين، نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ان هو يكسب مكسب يعني يدينا ثقه يا رب، مكسب ايجابي ان شاء الله في خلال اللقاء، عشان كمان يساعدنا على مباراه العوده اللي في الجزائر اللي هتبقى برضه في منتهى الصعوبه نتيجه ان ارضيه الملعب الترتان
والملعب جمهور لعبت في الجزائر قبل كده يا كابتن؟ اه فبيبقى فيها شيء من الصعوبه. انت عارف برضك لعبتنا يمكن الملاعب اللي بالشكل ده بتاثر تاثير كبير جدا على حته الباص على الاداء على الاداء. تحس الكوره بتطب كابتن سيد وبعدين السرور بيتعمل لها نطت وبعدين طلعت بره. يعني بيبقى الاداء مش منظم زي ما انت بتلعب هنا في مصر. الاداء بيبقى منظم بس هنا المشكله ان نفاق اكيد شاف النادي الاهلي ويهمه ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه ان هو ما يخسرش ولو خسر يخسر بالنتيجه قليله وانه في حسبانه او في تركيزه في المباراه انه يحرز هدف في النادي الاهلي. نتمنى بقى ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان كل السيناريوهات للوفاق النهارده تكون غير موفقه. النادي الاهلي ان شاء الله زي ما عودنا يمكن من المباراتين اللي فاتوا يا كابتن سيد ادونا ثقه كبيره جدا. صحيح. بصراحه يعني اذا مباراه حوريه الغيني 4 أهداف للنادي الاهلي من الاهداف الجميله وبعدين مباراه النجمه كمان 4 أهداف من الحاجات الجميله اللي اتعملت افريقيا واسيويا. الحاجه الاجمل كمان ان النهارده ان الجهاز الفني ثقته في لعيبته اللعيبه زادت ثقه بشكل كبير جدا. بقى عندنا مفاتيح لعب من تحت من على الاطراف. يمكن احمد فتحي بيسجل هدف ومعلول بيسجل هدف ده. صحيح. بيزيد الثقه لخطوط النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله الثقه لجميع اللاعبين في هذه المباراه اليوم باذن الله. طيب اسمع رايك كابتن حماده. ان شاء الله بتمنى طبعا ربنا ان شاء الله يكون الصعود من القاهره ان شاء الله. زي ما الكابتن مار الماتش هناك صعوبه في ملعبه، ملعب ضيق ملعب صغير. هو بيمتاز بفريق وفاق سطيف في الملاعب الصغيره، بيعرف يقفل المساحات بشكل كويس. هنقابل تكتل دفاعي قوي جدا من عمق الملعب. ازاي النادي الاهلي يقدر كرته تبقى سريعه؟ ازاي يقدر يحل التكتل دوت والكثافه العديه دايما بيعملها في عمق الملعب. الهجمات المرتده لازم احط عليها 100 خط هنا. دي هيبقى السلاح بتاعه اللي هو بيقطع بيشتغل بيتحول بسرعه. فلازم اقف عليها كويس وابقى في تركيز عالي جدا من المدافعين في الموقف دوت. ان شاء الله زي ما قلت المباراه تخلص في القاهره وتقدر انت يعني من اول الجيم زي ما قلنا قبل كده ازاي اركب المباراه من الاول، ازاي ابقى داخل الجيم من بدري وضاغط ومركز واقدر ان شاء الله اهدف في الاول. ده هيبقى هيدينا الافضليه بشكل كبير جدا خلال المباراه كلها. لكن طول ما الوقت بيعدي وانت متعادل هو بيزداد ثقه. هو يعني هو جاي يلعب لهدف، ما اعتقدش هو جاي يلعب لهدف ان يقفل الملعب ويطلع بنتيجه ايجابيه اللي هي يعني يا تعادل يا يخطف هدف. ده اللي هيلعب عليه، مش هيلعب عليه مش هتلاقيه ضغط من قدام، مش هيعمل لك ازعاج، هيسيبك تحضر في نص ملعبك. وتلاقي الفريق دايما لما شفناه قبل كده بيتراجع في 35 متر، بيبقى واقف في 35 متر. هو رشيد التوصي بيعمل كتله واحده كويس قوي بصراحه. راجل مدرب مغربي هو ماسك التيم بيشتغل على المواقف الدفاعيه. ولكن لما تشوف المباراه زي ما قلنا قبل كده مباراه الوداد كان عندهم خلل كبير جدا في الاطراف. يعني الوداد قدر يوصل كتير جدا من الاطراف وقدر يصنع فرص للتهديف، ولكن كان يمكن مصطفى زغبه كان نجم اللقاء. صحيح. هناك حارس المرمى، حارس مرمى كان موفق. يعني انا مش عايز اقول هو حارس عالمي ولا، لكن هو كان موفق بدرجه كبيره في المباراه بتاعه الوداد. وكان من اسباب الصعود للمباراه قبل النهائي مع النادي الاهلي هو حارس المرمى بنسبه كبيره. وانت ساعات تقول حارس المرمى ما بيمثلش نص التيم، ده بيمثل كل التيم. في الماتش ده كان بيمثل تيم ونص. تيم ونص بالظبط. طيب اسامه يا رب النهارده يكون يوم اهلاوي، يعني يوم احمر كده الناس كلها تفرح وجماهير النادي الاهلي تفرح. طبعا النادي الاهلي بيواجه صعوبات قبل ما يدخل المباراه. النهارده جمهوره مش موجود في ملعبه، واحنا زي ما شفنا حصل لخبطه طبعا. طبعا يعني تاثير الجمهور في مباراه الحريه كان هو العامل الاساسي في فوز النادي الاهلي بالنتيجه الكبيره وبالاداء. فان شاء الله اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه النهارده وتقدر تفرح جمهورها اللي مش موجود. والنادي الاهلي مر بظروف برضه صعبه في السنه قبل كده وقدر ياخد بطوله افريقيا. طبعا ايقاف شريف اكرامي قبل المباراه بساعات، فدي حاجه برضو يعني مش مفهومه. لكن النادي الاهلي وخبرات اللعيبه الجهاز الفني عندهم الخبرات اللي يقدروا يتعاملوا مع المواقف الصعبه دي. طيب وفاق تحرك الفريق يا كابتن اسامه رايح الملعب، اتفضل كمل. وفاق سطيف طبعا من الفرق المحترمه اللي لها تاريخ في القاره الافريقيه طبعا. وفي الجزائر وصولها للدور قبل النهائي مع النادي الاهلي طبعا النهارده مباراه كبيره.
لكن لو اتكلمنا عن العشر سنين اللي فاتوا هنقول الغلبة دايما للكرة المصرية وخاصة النادي الأهلي. يعني الغلبة في مباريات خاصة مع فرق الجزائر. فرقة الجزائر يعني أو فرقة وفاق الصطيف ليها أسلوب وشكل لعب هم بيمتازوا بيه دايما كله تحت الكورة، شفناها خاصة في مباراة الوداد المغربي في أوقات كتيرة، وخاصة في المباراة اللي كانت برة كانت في المغرب شفنا ال 11 لاعب طبعا 10 لعيبه والحارس كلهم تحت الكوره، اول كره متقطع كله بيعمل زون في نص ملعبه ويقفل ويبدا يلعب على الهجمات المرتده. شفنا الوداد عمل فرص كتير، خلق فرص كتير، تالق الحارس مرمى وفاق مصطفى زغبو كان ليه دور كبير زي ما الكابتن حماده قال، لكن النهارده طبعا عنصر استغلال الفرص والتهديف في بدايه المباراه ده مهم جدا. النهارده ما خدش المباراه تفضل اضيع فرصه في الثانيه في الثالثه، لا النهارده اللي خلى النادي الاهلي يتفوق في مباراه الحريه انك قدرت تحرز هدف بدري، ده سهل لك المباراه. خرجت الشوط الاولاني على ما اعتقد كان 2-0، ده سهل المباراه وقتل المباراه بشكل كبير. صحيح. النهارده النادي الاهلي استغلال الفرص ليه دور مهم جدا. فرقه وفاق الصيف برضو من الفرق اللي عندهم خبرات ازاي بيكسروا رتم الفرق اللي قدام. النادي الاهلي عنده الرتم السريع وهو ممتاز بعمليه الاستحواذ والرتم السريع، هو هيحاول في وقت من الاوقات هتلاقي فيه لعيبه بتوع بتعطل الوقت بتعطل اللعب عشان دايما يكسر رتم اللعب، انت لا لازم دايما الكره تتحط، العب بسرعه، ما ينفعش النهارده لازم انوع هجماتي، ما افضلش كل الشغل من العمق اللي ممتاز بيه النادي الاهلي، لا لازم النهارده الاطراف عليها دور مهم جدا النهارده. خاصة إن شاء الله لو نشوف التشكيل علي معلول وأحمد فتحي لأطراف أو وليد سليمان من بره مثلا أو كان إسلام محارب أو هنشوف حمودي ورمون زكريا، لازم النهارده الأطراف لو اشتغلت بشكل كويس النهارده هيكون ليها دور إن شاء الله في حسم المباراة. طيب كابتن ماهر بالإشارة للتشكيل، التشكيل هيجي لنا بعد دقائق معدودة إن شاء الرحمن، لكن ما أعتقدش أبدا إن في اختلاف غير في عنصر واحد، يعني مش هقول عنصر أو عنصرين، هو عنصر واحد بس. يعني أنت عندك محمد الشناوي موجود، عندك احمد فتحي هو اللي هيلعب ناحيه اليمين، وكولوبالي وايمن اشرف ما فيش غيرهم، وعلي معلول اللي هيلعب، وعندك حسام عاشور وهشام محمد الاثنين في نص الملعب، وليد سليمان طبعا ما فيش كلام وما فيش نقاش، واسلام محارب وازارو. الاختلاف بقى هيبقى مؤمن او مؤمن حمودي ولا حمودي. انا في رايي مؤمن ان المباراه دي كابتن سيد عايز الخبرات اكتر، وانا يعني معاك ومؤمن عنده الخبرات وعنده المواقف اللي عاش فيها قبل كده في المباريات السابقه، واحنا شفنا يمكن كان من اقوى الخطوط اللي موجوده في النادي الاهلي مؤمن ووليد سليمان، وكان يمكن اجايه موجود معاهم وبعدين انضم ليهم اسلام محارب. فانا شايف ان الخط ده من الخطوط المؤثره جدا، واضح من المباراتين اللي فاتوا ان الراجل كابتن والجهاز الفني بثبات الفريق ده شيء مهم جدا. فالثبات النهارده بيدينا الشكل اللي احنا شفناه، اللي فيه التجانس، اللي فيه الخطط، اللي فيه الجمل التكتيكيه، اللي فيها البساطه، اللي فيها قرب الخطوط من بعض، ازاي وانا بدافع قريبين من بعض، ازاي احنا بنهاجم بعدد كتير جدا من على الاطراف، زائد الكثافه العدديه اللي بقت عندنا جرأه من خلالها بقى اكتر من 3 4 5 لعيبه موجودين داخل الصندوق، حتى الحاجات الثابته كمان بقت مؤثره بشكل كبير جدا، لما بيجينا فاول نقدر نعمله بشكل جيد، كولوبالي بيجيد العاب الهواء، يعني بقى عندنا مفاتيح يا كابتن سيد اللي تدينا ثقه في المباريات بالشكل ده. الفرقه بقى عندها ثبات في الاداء وثبات في التشكيل. النهارده نتمنى بقى ان شاء الله باذن الله ان احنا نشوف مفاتيح اللعب اللي موجوده في النادي الاهلي، زي النهارده احمد فتحي يكون في حاله ان شاء الله موفقه زي المباراتين اللي فاتوا، علي معلول كمان من ضمن الحالات الثابته اللي بتاثر بشكل كبير جدا في انطلاقات الاطراف مع النادي الاهلي، الربط اللي بين بقى احمد فتحي ومؤمن او اسلام لو لعب في المكان ده، والربط اللي بين علي معلول ومؤمن زكريا من ناحيه الشمال. وليد بيعتبر جوكر النادي الاهلي في خلال الفتره اللي فاتت، هو يمكن صانع الالعاب، هو يمكن بيحرز لنا اهداف، يعني نتمنى النهارده ما يبقاش في رقابه على وليد، انت عارف برضه الجماعه الجزائريين اكيد حاطين في الحسبان ان النهارده وليد هو مفتاح اللعب او محور لعب النادي الاهلي، ممكن يبقى في رقابه، يبقى في جديه وفي التحامات قويه مع وليد، نتمنى من وليد النهارده ان هو ما يتعصبش، لان هم يقدروا يخرجوا وليد واخد بالك للعصبيه، احنا بنطلب من وليد الثبات الانفعالي النهارده بشكل كبير جدا، لان المباراه مش محتاجه عصبيه، المباراه محتاجه 90 دقيقه تركيز عشان نعرف نكسب وفاق الصيف النهارده. طيب نشوف كمان يعني رؤيه فنيه من خلال الناقد الرياضي سمير بشير، الناقد الرياضي بجريده الشروق الجزائريه. مساء الخير يا فندم واهلا بيك معانا في قناه الاهلي. مساء الخير. ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات كل ضيوفي. كابتن انا سامع حضرتك استاذ سمير.
سليم سليم. تحياتنا وتحيات كل كباتننا كابتن ماهر وكابتن حماده وكابتن اسامه لحضرتك، اهلا بيك مره ثانيه في قناه الاهلي. يعني اهلا وسهلا يا فندم. يعني من خلال رؤيه فنيه بقى جزائريه للقاء، اتكلم يا فندم اتفضل. بالنسبه للمباراه بعد حوالي ساعه من الان نحن ننتظر رد فعل قوي من وفاق السيف خاصه بعد الخساره التي مني بها في البطوله هنا في الدوري الجزائري بامام شديد القضايا في اخر داره. يعني كان كثير من انتقادات للفريق ولكن صار سيذهب بوجه مغاير عن ذلك الذي يظهر به في البطوله، وخير دليل على ذلك الوصفه التي نقول اللي حضرها المدرب المغربي الذي يحسن جيدا التفاوض بخارج الديار وبالخصوص في المباراه التي لها طابع حساس وغربيه زي ما بيقول محليه. تمام. طيب استاذ سمير، يمكن انت عندنا في مصر بنتكلم على بعض النقاط اللي لابد الاهلي ياخد باله منها او يكون حريص فيها، في الجزائر ايه ابرز النقاط اللي اتكلمتوا عليها لابد ان وفاق الصيف والمدير الفني المغربي رشيد الطوسي ياخد باله منها؟ ايه النقاط اللي عندكم في الفريق انت يعني عايز تقول له خلي بالك نقاط الضعف والقوه؟ يعني احنا تابعنا المباراه الاخيره للفريق الاهلي في بيروت مع الدجله، كان تشوق عليه برقعيه بس لما طلعت في طرابلس اللي دخلوا يوم الاحد لاحظنا بان الفريق الاهلي راح يوظف لاعبين جدد تكون تشكيله مغايره خاصه بعد ربما اصابه مؤمن زكريا، معنى بانه محمد الشناوي اصيب على مستوى الاصابع، في سيونه في لاعبين جدد خاصه احمد فتحي راح يتوظف، وفي اعتماد على وليد ازار في الهجوم مقارنه في المباراه الاهلي في مباراه النجمه كان استغل محسن صلاح. طيب لا انا بتكلم على نقاط الضعف تحديدا في من في وفاق الصيف، في فريق وفاق الصيف، نقاط الضعف في وفاق الصيف اللي انت يعني تقلق منها او تحذر وفاق الصيف من تكرار الاخطاء فيها. لا وفاق الصيف احنا عندنا لعيبه كلهم بيلعبوا في الهجوم، عندهم كلهم نزعه هجوميه. وزي ما شفتوا الهدف لشبيبه القبائل كان بيسبب تركيز ولذلك لقوا الهدف، هذا كل شيء اللي حنخافوا منه. اذا تسجل على وفاق كيف راح يكون من هجمه مرتده يقودها الفريق الاهلي. طيب استاذ سمير، يمكن وفاق الصيف في الكرات تحديدا العرضيه او الكرات اللي هي الثابته مني مرمى او دخل مرمى عدد من الاهداف حتى مع مازيمبي، مش عارف المعلومه دي صح حضرتك تاكدها لي ولا لا، في ضربتين جزاء او ثلاث ضربات جزاء في مباراه مازيمبي، يعني عنده مشكله في حته الكرات الثابته. ايوه في مشكله الكرات الثابته، ولكن مؤخرا قبل الدخول في التربص كان المدرب رشيد طاوسي عمل على تصحيح كل هذه الاخطاء. تمام. وانا متاكد انه المدرب رشيد طاوسي راح يستغل قوه الهجوم. عرب جابو بوغلمونا بكير، وزي ما حذر منهم باتريس كارتيرون في اخر مداخله ليه، وكان شاف ثمن مباريات على الاهلي في الاشرطه تاع الوثاق في اشرطه فيديو، وقفش على مواطن القوه والضعف في الفريق الجزائري وفاق الصيف. كلام جميل. طب كيفيه يعني تقييم فريق وفاق الصيف تحديدا مع قياده فنيه مغربيه لرشيد الطوسي، تقيمها ازاي؟ وهل تتوقعوا او كنتوا تتوقعوا انه يوصل للمرحله الجيده جدا جدا في دوري الابطال الافريقي ولا لا؟ لا صراحه لا، في البدايه كانت هناك تعثرات من الوفاق خاصه مع الطاقم الفني الجديد، ولكن بمرور الجولات في البطوله الجزائريه شفنا وجه جديد لوفاق الصيف. ربما التعثر الاخير التعثر الاخير امام شبيبه القضاء. اتفضل يا فندم اتفضل. نعم اتفضل يا فندم اتفضل. التعثر الاخير ربما التعثر الاخير امام شبيبه القضاء ربما راح يكون صحوه بالنسبه للوفاق، وراح يعملوا احسن عشان يظهروا بنتيجه جيده قبل لقاء 23 نهار الصيف. أنا عارف طبعا ترتيب الوفاق يمكن مركز في البطولة الأفريقية عشان كده ترتيبه في الدوري هو الخامس بفارق حوالي 7 نقاط، لكن طبعا هو مركز في البطولة الأفريقية. على العموم أستاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريدة الشروق الجزائرية، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت منورنا من خلال قناة الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. التشكيل وصل يعني تمام التمام، يعني نفس تقريبا التشكيلة المعتادة اللي بيخوض بيها كارترون ونفس الطريقة 4-2-3-1، حمودي في البداية لكن خليني أقولها لكم من الأصل، الشناوي حارس مرمى وأحمد فتحي كولوبالي أيمن أشرف وعلي معلول حسام عاشور وهشام محمد
احمد حمودي ووليد سليمان واسلام محارب ووليد ازارو، مره ثانيه الشناوي واحمد فتحي كلوبالي ايمن اشرف علي معلول وحسام عاشور هشام محمد اسلام محارب وليد سليمان حمودي وازارو. كابتن حماده كنت متوقعها كده برضو؟ بالظبط كنت متوقعها، مش عايز يغير هو في التشكيل خالص. لا زي ما انت قلت كان الاختلاف، احنا بنتكلم في مؤمن ولا حمودي. يمكن انا كنت اميل لمؤمن. بص يمكن حاله، ممكن حاله مؤمن هي اللي ما خلتوش بدا النهارده. يعني مؤمن برضو بقى له الحاله الفنيه بتاعته شويه، يمكن الماتش اللي فات بس كان بتلعب فريق ضعيف شويه. النجمه كان ليه تواجد في المباراه وسجل هدف وتحركاته كانت واعيه جدا. ممكن هو كان يعني الماتشات اللي هي الافريقيه بيعتمد اكتر على حمودي، محتاج انت يعني حمودي عنده السرعات، عنده المهاره، عنده حلول بيعرف يحلها. طبعا ده لو مؤمن في حالته الفنيه كان هيبتدي بمؤمن، لكن هو شايف احمد حمودي نجح في كل الاختبارات القويه اللي كانت ترجي، كانت المباراه اللي سبقت حرية الغيني، نجح بشكل كبير احمد حمودي في، يمكن هو سبب من اسباب بخلق مساحه الاهداف، بيقدر يروح بشكل كويس وبيعمل كوره عرضيه اللي جاب منها وليد سليمان، فهو شغال بشكل كويس حمودي في المباراه الافريقيه. هو مثبت التشكيل بنسبه يمكن 99% نفس الشكل ده اللي متواجد في كل اللقاءات الافريقيه. نفس التشكيل. طبعا يمكن حته قلب الدفاع يمكن دخول ايمن اشرف لوجود اصابات في المنطقه دي، ولكن ايمن بيأدي بشكل كويس جدا مع سليف كلوبالي، قافلين المنطقه بشكل كويس جدا. هشام محمد وحسام عاشور الاثنين بقى لهم فتره المستوى جيد جدا، هم اللي ظابطين وسط الملعب بشكل كويس، بس برضه بكرر في حته الضغط بتاعهم لازم يبقى اقوى، او نقل الكره بسرعه البطء، لو بتنقل الكره ببطء مع التيم اللي زي وفاق الصيف، وفاق الصيف بيحاول يضيق المساحات. انت مشكلتك النهارده ازاي تخلق مساحه للعب، فمحتاج سرعه في التمرير، سرعه في تدوير الكره، التحركات اللي بدون كره مهمه وسريعه، ازاي لما اقطع ازاي ابتدي اعمل انقل نفسي بسرعه في المنطقه الاماميه في اسرع وقت. الفريق لما لو انت بطأت بتلاقي المساحه ضاقت، هو بيلعب زي ما قلت من شويه، هو بيلعب في 35 متر، بيعتمد على تضييق المساحات والخطوط، تلاقي الخطوط كلها قريبه من بعض، فما بتلاقيش مساحه تقدر تلعب فيها، فمحتاج لعيب ذو مهاره زي احمد حمود، ازاي بيعرف بيعدي بمهارته بشكل كويس، وليد سليمان في تحركه، اسلام محارب في التحركات الاماميه بتاعه ازارو، هو اللي بيخلق المساحات للثلاثة اللي من تحتيه اللي يقدر يخلق مساحة يلعب فيها. بنت مهارة احمد حمودي برضو المباراة اللي في الهدف، في الهدف لما عدى احمد فتحي عملها له تمام، وعدى وراح عملها بالعرض. محتاج واحد يحل مشكلة، يعني مش طول الوقت انت هتلعب اللي هي بالذات في الثلث الاخير. محتاج المهارة، ازاي بعدي من التكتل الدفاعي الموجود، بقدر اخلق مساحة، ازاي بعمل جبهة مع احمد فتحي، يعني احمد حمودي جبهات بيعملها بشكل كويس مع احمد فتحي، بيعمل له مساحه عشان يقدر يتحرك. نفس الكلام اسلام محارب مع علي معلول، بيعمل له جبهه من الناحيه الشمال. هو دايما هتلاقي خلل عنده في الاطراف، وفي نفس الوقت هي قوته لما بيبتدي ينقل الكره، بتلاقي منقوله عند عبد المؤمن ناحيه اليمين، بيشتغل دي الهجمه المرتده اللي بيطلع بيها. لو حبينا اقول لكم التشكيل كمان وفاق الصيف يبقى ما فيش مشكله. وصلت معانا برضه تمام؟ تمام. يعني تقريبا نفس التشكيل اللي احنا قلناها اول امبارح، بس رشيد الطوسي كان بيتفرج علينا فقال لك لا انا يعني هعمل تغييريه واحده بس، هو غير واحد بس. والغريبه ان هو غير اسلا اللي هو الرقم 20 ديفندر الافريقي. هو لاعب بيلعب واحد رقم 7 اسمه اكرم. لكن كل التشكيله زي ما قلناها بالظبط، مصطفى زغبه وعلى اليمين رضواني وعبد القادر بدران وربيعي وفرجاني، دول خط الدفاع، الياس سيدهم موجود، سمير عبيود موجود، واكرم رقم 7 ده جديد بالنسبه لي يعني. لا لعب هو ماتش الوداد تقريبا، الوداد برضو لعب. بس اللي احرز الهدف اسلا، ده اللي كان احرز الهدف، ده اللي احرز الهدف، ده مش بادئ مباراه الوداد. وبيعتمد على اكرم بره ملعبه، ممكن بقى كده. لا انا عارف بيعتمد عليه بره ملعبه، في الناحيه الدفاعيه عنده قدرات دفاعيه كويسه جدا 100% كده. وعبد المنعم عبد المؤمن جابه موجود، وحسام الدين غشه موجود، والحبيب بكلمونه موجود، يبقى دي التشكيله بتاعته. اوكي سلام على الشغل العالي جدا يا جدعان، سلام 100 100. دي
تشكيله وفاق الصيف، لو حضرتك عم تضيف حاجه قبل ما حسام ياخد الميكروفون. اتفضل اتفضل اتفضل. هو التشكيل متوقع بالنسبه للاهلي يا كابتن سيد وبالنسبه لوفاق الصيف، صعب انك تغير. انا اسف بس اقول لهم ان الترجي خسر خلاص، المباراه انتهت 1-0، يبقى المباراه الاولى بالنسبه لاول اغسطس والترجي انتهت بتفوق اول اغسطس 1-0. اتفضل يا كابتن. متوقع طبعا التشكيله بتاعت وفاق الصيف وتشكيله الاهلي. تغيير في الادوار دي او في المباريات دي صعب انك تغير في التيم كتير، ممكن تغير عنصر واحد. بالنسبه لاحمد حمودي ما شاء الله برده بدا يدخل في الفورمه بتاعت المباريات، خد مباريات كتير الفتره اللي فاتت، معنوياته مرتفعه بعد الهدف اللي عمله في مباراه الحريه اللي احرزه وليد سليمان، وهو ادى بقى برده اداء رائع. مؤمن زكريا برده معنوياته مرتفعه بعد ما احرز هدف. حمودي عمل الماتش كويس قوي، ويمكن الحته دي تحديدا برده عايزه واحد مهاري شويه، لان هم التمركز بتاعهم كابتن النهارده اللعب الجماعي مهم، لكن الحاجات الفرديه مهمه جدا النهارده جدا. انا هقول لك بس، انا بسال الاستاذ سمير بشير اللي هو الناقد الرياضي بجريده الشوط في الجزائر، هم مع مازيمبي عملوا 3 ضربات جزاء في المباراتين. يعني تحديدا ممكن تبقى في الحته دي، فممكن شكل التمركز المهاريه دي فلو حد عنده من ناحيه مهاريه ممكن يبقى ده كارتيرون. قال لك حمودي عنده حته مهاريه كويسه يخش ال 18 ممكن يتم في معاه ارتكاب اخطاء فيبقى استفاد الاهلي بركلات الجزاء. ما ده مهم النهارده ان الحاجات الفرديه النهارده يعني من اساليب او مفاتيح اللعب، مش كله اللعب الجماعي، في وقت انا بحتاج ان انا اشتغل فردي، ممكن اروح واحد على واحد وادخل ال 18 اخد ضربه جزاء اشوط، يعني اعمل خطوره. هو مميز فيه احمد حمودي لما بيجي بسرعته. النهارده برده مؤمن زكريا عندنا ورقه رابحه بره، النهارده برده ممكن يستغلها كارترون خلال الشوط الثاني، زائد صلاح محسن برضو عندك من العناصر المهمه. فالنهارده مؤمن زكريا بالرغم انه ما ابتداش لكن هيكون ليه دور النهارده. النهارده حاجه مهمه جدا، فرقه وفاق الصيف كلهم بيلعبوا تحت الكوره وبيبداوا يعتمدوا على الكرات الطويله او الهجمه المرتده عن طريق عبد المؤمن جابه، وهو ده اخطر واحد فيهم، هو وبيكلمونا الفيرود بتاعهم. ايمن اشرف وكلوبالي عليهم دور كبير، خاصه ايمن اشرف بيلعب برجليه الشمال ناحيه الشمال، فهو اللي هيبقى مرمي شويه ناحيه عبد المؤمن جاب. لو قدرنا النهارده ايمن اشرف يبقى فيه رقابه كويسه ويمنع الكوره انها توصل لعبد المؤمن جابه، دايما هنشوف فرقه وفاق الصيف دايما في نص ملعب في نص ملعبها، وهنلاقي دايما الاهلي بيضغط. النهارده البدايه مهمه جدا، زي البدايه اللي مكنت الاهلي من الفوز على الحريه، كان بدايه قويه، بدايه الضغط بدايه اللقاء. النهارده محتاجين برده نشوف بدايه المباراه يبقى فيه ضغط عالي من وليد ازارو، في من وليد سليمان، في من اسلام محارب، من احمد حمودي، لازم الضغط العالي النهارده مهم جدا. وطبعا حسام عاشور وهشام محمد زائقين برده ورا الناس. الحاجه برده المهمه جدا شفتها كانت نقطه ضعف للاسف فرقه الوداد، ما تغلبوش عليها مع مباراه وفاق الصيف. النهارده الكرات لما كانت تعمل بالعرض من ناحيه اليمين او من الشمال كان بيبقى في تكتل من فرقه وفاق الصيف ال 18 في عدد كبير، الكره لما كانت تطلع على ال 18 الكره الثانيه ما كناش بنلاقي حد من فرقه الوداد. النهارده مهم جدا ان هشام محمد يبقى مالي الحته اللي على ال 18 دي، اول الكره ما تقع لازم عمليه التسديد. النهارده انت لما عشان تكسب مباراه لازم يبقى في تنوع في مفاتيح اللعب. قلنا المهاره الفرديه ممكن تحسم لقاء، الكرات العرضيه، الحاجه المهمه جدا اللي احنا برده ما شفناهاش في النادي الاهلي بقوه، عمليه التسديد. عمليه التسديد النهارده مع الاعداد الكبيره والتكتل الدفاعي، عمليه التسديد النهارده مهمه جدا. هشام محمد التكمله بتاعته مهمه جدا، ان حسام عاشور دايما بياخد دور دفاعي، هو اللي بيغطي كل الناس في نص الملعب. لو علي معلول طلع او احمد فتحي طلع بتلاقي حسام عاشور على طول بيميل في الكوره ناحيتها كوره بيغطي تغطيه كويسه، فلازم هشام محمد يزوق على ال 18 ونشوف له دور النهارده ممكن يدخل ال 18 برضه في وقت من الاوقات. اوكي طيب كابتن ماهر، خلي بالك بس انت الحته الدفاعيه بالنسبه لنا برضو مهم، يعني انت عايز تكسب الكور وده حاجه حلوه وتحقق نتيجه كويسه وكل حاجه، لكن فينا كمان لازم التمركز الدفاعي بالنسبه لك يكون ممتاز مهم. جدا وهايل جدا، وخصوصا ان عندهم الثلاثي ده سواء كان حسام الدين غشه او الحبيب بكلمونه او اللعيب الكبير بتاعهم عبد المؤمن جابوا. انا اتوقع كمان ان هو مش هيلعب بحته مركزيه في الحته دي تحديدا، يعني ممكن تلعب عبد المنعم جابوا مثلا، ممكن يلعب تحت راس الحربه مثلا، ممكن تلعب في 18، وممكن تلاقي ناحيه الشمال، ممكن تلاقي ناحيه اليمين، وتلاقي حسام الدين غشه مع، عشان حسام الدين غشه عنده حته كمان الدفاعيه كويسه بيرجع شويه يعني. فحته اللا مركزيه ديت تمام لو اتعملت بشكل كبير، وانت اثناء الكره معانا احنا وارتدادها او النقله ما من الدفاع والهجوم ممكن تمثل لنا خطوره، فعشان كده يجي الواجب الدفاعي لخط دفاع النادي الاهلي. ده دور مهم جدا كابتن سيد اللي انت بتقوله ده،
وانت بتفقد الكوره يبقى انت كمان لازم تامن خطوطك بشكل كبير جدا وانت بتدافع. يعني لا مركزيه بالنسبه لخط الهجوم وفاق الاستيف. فهم اولا عندهم مهاره، يعني برضك من اللعيبه اللي عندها مهاره اللي ممكن يقدر يستغل لاي ثغره، يقدر يخترق من خلالها واحد ضد واحد، يقدر يعمل كروس عرضي واخد بالك والناس تتابع حاجات ثابته، يقدروا يكونوا مؤثرين من خلالها. مهمه خط ظهرنا النهارده انك انت وانت في نص ملعب وفاق الصيف اللعيبه اللي بتركن بقى يا كابتن سيد، يعني هتلاقي بعض الفراوده ده بتركن على جنب في نص ملعب نازله محدش ماسكها. اتمنى طبعا يبقى في رقابه وفي صحصحه في الجزئيه دي، يعني بمعنى ان في لعيب منهم بيبدا يتطرف يبقى لازم حد بيلعب معاه، ويبقى في حد كمان في عمق وراه لتغطيه الميلان. وكمان واحنا بنهاجم احنا طول عمرنا بنهاجم من ناحيه احمد فتحي، يبقى معلول يتريث شويه في حته التامين الدفاعي. يعني عايزين حته مابقاش عندنا اندفاع هجومي من فتحي مره واحده ومن معلول، ويبقى في مساحات وراهم خاليه بشكل كبير، هتضطر يبقى محتاج حد من نص الملعب يقدر يقف. بذكرك بالتاريخ برضو ده، الاهلي وافاق الصيف 88 التصوير كان طب سمير مش هيجيب لي هدف في الجزائر في شبكه القبائل؟ هو ايه فرقه في الجزائر؟ ماشي افاق الصيف 88 في الجزائر. فهم كنت موجود هناك كابتن في الجزائر؟ الاهلي خسروا 2-0 2-0 اتفضل يا كابتن. فهم هم ديفندر بالنسبه لهم يا كابتن سيد النهارده اكيد في اعداد ذهني بشكل كبير جدا، زي ما لعبوا مع الوداد المغربي، ويمكن المدرب اللي هو رشيد الطوسي نجح لانه هو راجل مغربي، فطبعا عارف نوعيه الكره المغربيه وقرا فرقه المغرب بشكل كبير جدا، وقدر يتعامل معاها من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، وقدر انه يكسب في الجزائر 1-0 ويتعادل في المغرب 0-0. النهارده النقله ثانيه بقى بالنسبه له، بيقابل نادي القرن، بيقابل نادي بطل افريقيا. النادي الاهلي عنده من اللعيبه الدوليين اكتر من 6-7 لعيبه دوليين موجودين مع منتخب مصر، عنده لعيبه يمكن 2 أو 3 من المنتخب الاولمبي. يعني النادي الاهلي، انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه المنتخبات، وليد ازارو رسمي النهارده في المنتخب المغربي. وليد ازارو رسمي في المنتخب المغربي، انضمام وليد ازارو للمنتخب المغربي رسمي، وده مكسب كمان بيضاف للنادي الاهلي ان وليد ازارو يبقى موجود في منتخب المغرب. فاكيد النهارده المهمه الفنيه بالنسبه للمدير الفني في منتهى النشاط. ده هدفك يا سيدي. شكرا يا سمير عكاش. ده احمد صديق، ده احمد صديق. دي الحاجات اللي بيتكلم عليها اسامه وكابتن حماده، اللي التصويبات اللي من خارج ال 18 اللي احنا مفتقدينها كابتن سيد بقى لنا فتره. صحيح. حتى المتابعه الجيده من مهاجمي النادي الاهلي، والحمد لله موجوده في ازارو، موجوده في وليد، موجوده في اسلام، حتى مؤمن اللي بينزل عنده متابعه بشكل جيد. لكن عايز اقول لك النهارده مباراه تكتيكيه بالنسبه للفرقتين. يمكن وفاق النهارده بيلعب بنسبه يمكن 70-75% في الشق الدفاعي بشكل كبير، يمكن الجزء الهجومي يمكن نسبته قليله، يمكن حوالي 20-25%، بيعتمد على الكونتر اتاك، وهو عنده لعيبه مهاريه يقدر يستغل عدم تنظيم الدفاع للنادي الاهلي، يقدر يعتمد على كونتر اتاك سريع، يقدر يبقى مضر بالنسبه لنا، كره ثابته من الكور الثابته اللي هم بيلجأوا ليها. لكن نسبه الدفاع بالنسبه له هتبقى عددها كبير، نسبتها كبيره 75%، عكس النادي الاهلي. احنا العكس هنا بقى، هناخد النادي الاهلي نسبه الهجوم بالنسبه له هتبقى اكتر من 75%، بالنسبه للتامين الدفاعي هتبقى حوالي 20-25%. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان التامين الدفاعي ما يخشش فينا هدف، او ما نضطرش ان احنا يعني الله يقدر يدخل فينا هدف، والجانب الهجومي ازاي نقدر نستغله عن طريق بقى التكتيك اللي احنا اتعودنا عليه يا كابتن سيد، الاطراف بالمجاميع، الربط اللي بينها وبين بعض، ازاي العمق، ازاي التامين من حسام عاشور مع هشام محمد اللي بيكمل مع الهجمه ويساند المهاجمين بشكل جيد. عندنا ثلاثي في نص الملعب كلهم عندهم المهاره الفرديه، وعندهم الاختراق، عندهم التحرك من غير كوره، عندهم الكثافه العدديه اللي داخل المنطقه اذا كانت كورسات عرضيه او تصويبات من العمق، خلق المساحه بتاعت ازارو بسرعاته يقدر نضرب قلب دفاع النهارده وفاق الصيف. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى تنظيم الهجوم يا كابتن سيد نستغله بشكل ايجابي، نقدر نفتح بيه بهدف يدينا ثقه ويدي لعبتنا ثقه من خلال الجيم. طيب ان شاء الله احمد، خليني اقول لكم برضو الاحتياطي: صبر الرحيل، مؤمن زكريا، علي لطفي، اكرم توفيق، وصلاح محسن، ومحمد هاني، واحمد حمدي.
صبر الرحيل، مؤمن زكريا، علي لطفي، اكرم توفيق، صلاح محسن، ومحمد هاني، واحمد حمدي. كابتن حماده، يمكن المباراتين كان فيهم استحواذ كويس قوي، مباراه النجمه ومباراه الحريه، وده بيرجع لكره كولوبالي الحلوه وكره ايمن اشرف كمان الحلوه، مع طبعا يعني مهاره علي معلول واحمد فتحي وهشام محمد وحسام عاشور. الاهلي عنده استحواذ كويس قوي من خلال اللعيبه بتعرف تلعب كوره كويس قوي، من سواء كان من بناء الهجمه بشكل صح والاستلام والتسلم بشكل كويس جدا. لكن يمكن انا الحته اللي هي تحت ازاره، كلهم لعيبه كويسه قوي قوي طبعا، وليد اسلام محارب ووليد سليمان واحمد حمودي، بس ثلاثه شول يعني. يمكن التجربه اثبتت ان اسلام محارب لما بيروح ناحيه اليمين منتج اكتر بشكل كبير جدا، بس مع وجود احمد حمودي ان شاء الله الرحمن يكون موافق النهارده ويكون سبب من اسباب الفوز باذن الله تعالى، احمد حمودي بيلعب في الحته دي احسن شويه يعني. فانت عندك بناء هجمه كويس قوي تمام، لكن عندك حته في الحته اللي هي ورا ازارو ديت قد يكون فيها حته الناس بتميل في مكان اعلى شويه من المكان الثاني. بالظبط يعني انت بس عايز اقول بس الاستحواذ اللي شفناه في ماتش النجمه ممكن ما تلاقوش كتير قوي النهارده، عشان بحكم المنافس النجمه كانت مديك مساحه كبيره جدا في كل المناطق في الملعب، في الثلث الوسطاني والثلث الثاني كان عندك مساحه تقدر تعمل استحواذ، لكن لما تلاقي الضغط عالي عليك وقوه في نص الملعب ممكن تلاقي استحواذ عندك في نص ملعبك بس بشكل كويس عشان ما فيش مهاجمين. النقطه اللي انت اتكلمت عليها نقطه مهمه جدا، الثلاثه اللي تحت ازاره ما عندناش اللعيب اللي هو بيسقط يبقى عنده الرؤيه او الفيجن من تحت وقاري الملعب يبقى جنب حسام عاشور وهشام محمد، ما بيبقاش من تحت يعني، دايما وليد سليمان بيلعب من العالي من قدام، ففي الحته دي مطلوب من هشام محمد يبقى قريب منها شويه، يقوم هو بصناعه اللعب مع وليد، يبقى الاثنين قريبين من بعض وهشام من تحتيه سنه يبقى عنده الرؤيه اكتر. لكن لما وليد بيبقى ضامن في الناحيه الهجوميه يبقى عندنا اربعه مهاجمين، خايف المساحه اللي تحت وليد، فلازم هشام محمد يبقى مالي المكان ده. ممكن نوصل نلعب بحسام عاشور واثنين من قدامه وليد وهشام، يبقى في عندنا خمسه من قدام بيشتغلوا بشكل كويس في تحويل الملعب في الرؤيه في الشكل دوت. انا عايز نستفاد ان شاء الله النهارده بعلي معلول. علي معلول بيلعب قدامه يعني، علي معلول عندنا مفتاح لعبه كويس جدا، بس في نفس الوقت عندهم عبد المؤمن جابه وده مفتاح اللعب يعني الاثنين، هل وهو بيرجع كتير، فعايزين نستفاد من المنطقه دي، ازاي نامن احمد فتحي، ازاي نامن علي معلول في الناحيه الهجوميه، عشان دول اللي هيعملوا لي مشكله اللي جايين من الخلف. انت مش عايز عدد قليل برضو ورا وانت بتهاجم، ما يبقاش في عدد قليل خالص ورا مثلا، ما يبقاش في اثنين، يبقى في ثلاثه، في اربعه كمان بالظبط، وفي صح وفي تامين صح وفي رقابه عشان ما اعملش الهجمه المرتده. لكن لو انا سبت واحد بس مترين استلم الكره هيقدر يعمل هجمه مرتده. هم عندهم اول حاجه لازم، في نقطه مهمه لازم اقولها لك، اللياقه البدنيه بتاعتهم كويسه جدا، عندهم البدني كويس جدا، عندهم السرعات طبعا ده جزء من اللياقه البدنيه، مع انهم خلي بالك ده يعني في اخر ربع ساعه دخل فيهم حوالي 5 6 جوان في المشوار في افريقيا. انا بتكلم على السرعات دخل فيهم كام هدف؟ 9 اهداف. السرعات الاماميه لما بيقطع الكره التحول سريع. اوكي ده موجود عندهم في كل الماتشات اللي شفناها للرفاق، عندهم التحول بشكل قوي جدا وفي سرعه. فده محتاج زي ما قلنا برضو التامين، عشان انا عندي بعمل انتشار بمسك الكوره بصعود الاطراف فتحي وعلي معلول، دي بيعمل لي الزياده العاديه، بيعمل لي المساحه اللي جايه من الخلف، فلازم الثلاثه اللي ورا واقفين ان كان حسام عاشور كان سليف كولوبالي ايمن وقفتهم صح. مين بيقفل ورا علي معلول؟ مين بيقفل ورا احمد فتحي؟ مين قافل عمق الملعب بشكل كويس واحنا معانا الكوره؟ ده باكد على الكوره على الكلام ده في ملعبي، في ملعبي بتبقى دايما هو بيعتمد على دفاعك وميس باص بيقدر يقطع ويقدر يعمل هجمه مرتده، دي هم دي الخطوره بتاعتهم خارج ملعبهم، بيشتغلوا في دي. زي ما قلت قبل كده في ماتش الوداد قدروا يوصلوا ثلاث مرات بثلاث انفرادات على الوداد عشان عدم التمركز السيء اللي كان موجود في الوداد. طبعا هو كان خسران المباراه الاولى وكان متعادل يعني تعادل المباراه دي، فابتدى يعمل اندفاع هجومي بشكل كبير، فظهر مساحات كتيره وظهرت مهاره اللعيبه بتاعت وفاق في الهجمه المرتده، ولكن عنده خلل زي ما قلنا في الناحيه الدفاعيه كتير، فلازم شغلنا كله يبقى مع الاطراف، يعني الاطراف النهارده هم مفتاح مكسب النادي الاهلي ان شاء الله النهارده باذن الله. مشاور رحمن،
طيب كابتن اسامه، مكسب الاهلي ممكن يبقى من الاطراف عن طريق مثلا اسلام محارب، عن طريق احمد حمودي، عن طريق حتى وليد سليمان لو مال ناحيه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لكن هم برضو نفس الكلام يعني عندهم حسام الدين غش ده لعيب كويس قوي على الاطراف، وعندهم مؤمن عبد المؤمن جابوا من على الاطراف. المباريات اللي زي كده يعني خلي بالك بتتاخد على الاجزاء، يعني الفرقه اللي تقدر يا كابتن حماده تخطف او تكون مركزه قوي 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 في الفرصه اللي بتجيلها، اللي انت اشرت من شويه كابتن اسامه ان انت يبقى تروح وتبقى بخيل جدا 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 ضيع لازم تخلص المباراه بدري وانت بتضيع، لكن تكمله الناس بقى داخل ال 18 احنا ممكن يجي لنا على الاطراف كويس قوي ونوصل عدد كويس قوي 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 لكن لازم كمان اسلام محارب يبقى في ظهره على طول وليد ازارو زياده العدديه في 18 وليد سليمان يبقى في ظهره وليد ازارو، لكن كمان ناحيه الشكل ما يبقاش الكل على الخط واحد وفي واحد متقدم واحد. اشرح لنا يا كابتن اسامه. لو شفنا في المباريات اللي فاتت هتلاقي علي معلول مميز في الحته دي ومفتاح لعب هجومي رائع للنادي الاهلي ومكسب كبير للنادي الاهلي من ناحيه الشمال خاصه علي معلول. يعني احمد فتحي بيعملها برده بشكل مميز، لكن احمد فتحي عنده في النواحي الدفاعيه اكتر. لو بنتكلم في النواحي الهجوميه علي معلول لو احنا شفنا احصائياته واعداد الاوفرات في كل الشوط هتلاقيه بيعمل عدد كبير جدا. النهارده لو علي معلول بيعمل الاوفر من ناحيه الشمال لازم نشوف وليد ازارو، لازم نشوف تكمله وليد سليمان، لازم نشوف احمد حمودي اللي ما يكونش فاتح في اللحظه دي، لازم يكون فيرو الثالث وضامن معاهم، لازم نشوف هشام محمد قافل على 18. وزي ما بقول لك يا كابتن سيد اللقطه دي شفناها كتير في مباراه الوداد خاصه المباراه اللي كانت في المغرب. الوداد وصل كتير من على الاجناب، كره كانت بتتعمل بالعرض بتلاقي عدد كبير من وفاق الصطيف في ال 18، ممكن تلاقي ست مدافعين واقفين ومرصوصين، الكره اول ما بتطلع على 18 ما بتلاقيش حد الكره الثانيه، دي مهمه بقى، مهمه هشام محمد، حسام عاشور او اسلام محارب لو علي معلول طلع من ناحيه الشمال هو بيكون قافل ال 18 الناحيه بتاعته، دي مهمه جدا الكره الثانيه على 18 والتكمله الهجوميه. النهارده برده عندهم نقطه ضعف كبيره جدا، هواري فرجاني الباك ليفت. النهارده احمد حمودي لو راح اشتغل من عليه شغل كتير هنشوف برده مفتاح لعب كبير للنادي الاهلي من ناحيه احمد حمودي. عندهم برده نقطه ضعف الكرات الثابته زي ما انت حضرتك قلت في بدايه الضعف دفاعيا لكن هجوميا دفاعيا خطير صح. النهارده مش هنلاقي الكوره موجوده حمد. في فريقه في وفاق الصيف الراجل هواري ده بيقدر في النواحي الهجوميه كتير جدا في حتى في المرتد بتلاقيه هو اللي عامل واخد الجنب ده عامل جناح كويس جدا. مش هنشوف اللقطه دي كتير النهارده، هتلاقي النهارده هم واقفين حتى هو اللي وفاق الصيف بيلعب 4-3-2-1 في وقت من الاوقات هتلاقي 4-3-3 والثلاثه حتى راجعين كلهم واقفين مثلا بيلعبوا زون في نص الملعب. النهارده احمد حمودي لو اشتغل من عند هواري فرجاني هو دفاعيا مش قوي، في النواحي الهجوميه زي ما كابتن حماده بيقول هو مفتاح لعب بالنسبه له، لكن في النواحي الدفاعيه مش قوي، لو احمد حمودي راح واشتغل من عليه هيبقى مفتاح لعب مهم جدا. من النقط الضعف اللي عندهم ودخل فيها اهداف كتير هي الكرات العرضيه والكرات الثابته زي ما انت اشرت في اول الاستوديو، ودي ميزه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. الحمد لله كوبالي كمان طب دي ميزه جامده جدا جدا جدا، يعني مفتاح لعب كبير جدا عندك. اول اي كره ثابته بتيجي بيروح لها علي معلول بتلاقي فيها خطوره عن طريق سليف كلوبالي او بتتعمل له بيدخلها تاني 18 للناس او هو بيروح لها مباشره. عندك فيها وليد ازارو بيشتغل فيها، عندك اسلام محارب برده بيلعب بدماغه كويس، عندك ايمن اشرف لو طلع. لكن المباراه النهارده زي ما احنا بنتكلم عن النواحي الهجوميه وان احنا نضغط وان احنا نحرز هدف بدري لازم يبقى عندك تامين دفاعي 100%. النهارده لو انت رايح الجزائر لا قدر الله وانت المباراه طلعت 0-0 من مصر انت ليك الافضليه هناك برضو في الجزائر 0-0 لو جبت هدف بتصعب عليهم الدنيا هناك. والاهلي قادر انه بيعرف يجيب هدف حتى لو بره ملعبه، بس النهارده مهم ان يبقى عندك التامين الدفاعي يكون الشناوي مصحصح النهارده مصحصح الناس قدامه. احمد فتحي ما شاء الله عليه بيعمل الدور ده، يعني ما شاء الله الدور الدفاعي حتى لو بيلعب ناحيته اثنين بيقدر يقفل بشكل مميز، وفي النواحي الهجوميه برضه ليه التكمله بتاعته. اوكي بعد ما سمعنا راي نجومنا كابتن ماهر وكابتن حماده وكابتن اسامه خلينا نشوف التقرير اللي جاي ده وبعدين نكمل جزئنا النهارده في الجزء التفصيلي والتحليلي الخاص بلقاء قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي ووفاق الصين. طيب عندنا شويه ارقام كده خاصه بفعاليات لاعبتنا من خلال مثلا هداف الفريق هو وليد ازار 6 اهداف، اكتر واحد عمل اهداف في دوري ابطال افريقيا علي معلول عمل 5 اهداف، التسديدات على المرمى بالنسبه لوليد ازارو سدد 21 كوره، لكن هي ما عندكش الحته دي ما عندكوش انتم ما ندوروش على حاجه حاجه خاصه بنكتب عندكم يعني. يا نهار ابيض ايه ده ماشي
نعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ التمريرات الصحيحه اقولها لك. اتفضل اتفضل كده. خلاص خلاص قولها. وليد ازارو شط 21 شوطه منهم 10 على المرمى. تمريرات صحيحه لحسام عاشور 413 كل التمريرات، لكن الصحيحه 373 90% نسبه. ودي نسبه كويسه قوي الصراحه. طبعا. تمريرات هجوميه لوليد سليمان 18 توتال، لكن 11 منهم صحيحه. العرضيات بالنسبه لاحمد فتحي 18، لكن الصحيحه منهم 9. قطع تمريرات سمير سعد سمير 47 تمريره، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله الرحمن. استعاد الكره من المنافس 54 مره سعد سمير. وليد سليمان هو اكتر واحد عمل مراوغات 18. الالتحامات الهوائيه بالنسبه لكولوبالي 44 التحام، لكن 35 منهم صحيح. الالتحامات الارضيه 59 بالنسبه لعمرو السليه، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله الرحمن، منهم 36 واحده صحيحه. طيب بعد المباراه ان شاء الله الرحمن هنكمل معاكم بقى عدد من النقاط دي والارقام دي، لانها برضو بتبقى مهمه وبتدي لك مؤشر على طول. كابتن ماهر هو عاده بيلعب 4-3-3، لكن على الورق اللي جاي ده ما اعرفش بقى، يعني اكرم ده بيلعب ديفندر. كابتن انا مش عارف بصراحه، يعني انا مش عارف، كنت عارف بقيه التشكيله لكن اكرم ده ما شفتوش خالص. يعني ممكن يلعب 4-2-3-1. هل يمكن هو بالجراءه دي مثلا ان هو بادئ النادي الاهلي بضغط متقدم شويه بدل ما يستنى النادي الاهلي يجي له؟ ودي ممكن تكون مدرسه، يقول لك بدل ما استنى الاهلي يجي لي وابقى خطورتي في ملعبي، تمام، لا انا اعمل له ضغط من امام، بدل الاهلي ما يبدا تمريرته بسلاسه ويسر عن طريق مثلا كولوبالي او ايمن اشرف، لا انا عكسه او اضايقه من بدايه الهجمه. بص يا كابتن سعيد، هو التنوع اكيد، يعني برضك هو عنده استراتيجيه موجوده في ذهنه، هو شاف النادي الاهلي يمكن اكتر من مباراه، اعداده بقى للمباراه ديت لقى التركيبه اللي موجوده عنده، لانك انت بتلعب بره ملعبك فبتبقى التركيبه معظمها دفاعيه، يعني واخد بالك، بتعتمد على القوه، الضغط، الاستخلاص، والمهاره اللي موجود عليها لعيبه وفاق سطيف، لما بيستحوذ بيبدا بقى الباصات اللي هي في الرجل، وبعدين يختار يشوف الثغره فين يقدر يشتغل من خلالها. فالنهارده المدير الفني المغربي اختار التركيبه اللي فيها عنصر القوه وعنصر السرعه وعنصر الضغط. هو هيكثف، يعني اكرم ده هيبقى واحد من ضمن اللعيبه في نص الملعب، واخد بالك، اللي عنده الاستخلاص وعنده الضغط على الخصم ومحاوله انه يمنع اي خطوره على مرماه. فالنهارده هو المدرب المغربي بيختار اللعيبه اللي تناسبه في 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 اللقاء اللي هو خارج ملعبه. معظم المدربين يقول لك انا خارج ملعبي اختار اللعيبه اللي بتعرف تدافع كويس، اللعيبه اللي عندها تنظيم دفاعي كويس، اللعيبه اللي عندها يقظه، اللعيبه اللي عندها استحواذ، اللعيبه اللي عندها مهاره. فهو النهارده بيجمع كل العناصر دي. انت اتكلمت على الاحصائيه يا كابتن سيد، احنا تفوقنا عليهم في الاحصائيات دي، يعني هم يمكن اقل مننا في كل الاحصائيات اللي انت قلت عليها. يمكن في حاجات هم يمكن قريبين من خلالها زينا، في الكور الثابته اللي هم ليهم، اللي هم بيقدروا يطلعوا واخد بالك وينقضوا من خلالها، لكن احنا عندنا تفوق في الاستحواذ، عندنا تفوق في الضغط، عندنا تفوق في الحرز الاهداف، عندنا معظم لعبتنا الجانب المهاري بنقدر نستغله في مواقف كثيره. وهو النهارده زي ما انت قلت ممكن يبختك من بدايه المباراه ان يلعب ضغط من قدام ويقول للناس ان انا مش جاي العب زون، مش جاي ارجع من بدايه المباراه، واخد بالك، واقول للنادي الاهلي ان انا يعني جاي اوريك العين الحمراء، جاي ان انا اضغط عليك من قدام عشان اربكك، واخد بالك، وابدا استغل اي ثغره اقدر اهاجم من خلالها. وبعد 10 دقائق من الضغط ده ممكن يرجع تاني للزون، لما يبدا يحس ان الضغط ما اسمرش، ما قدرش ان هو يضغط النادي الاهلي ويستحوذ على النادي الاهلي، فيبدا يرجع تاني للزون والكثافه العدديه. ودي هتبقى يمكن ده السيناريو لمعظم اداء وفاق سطيف من خلال ال 90 دقيقه في المباراه. طيب كابتن حماده، انت مصري خالص مخلص طبعا اكيد، وكل شيء وكلنا عارفين كده بالتاكيد، لكن لو انت مكان رشيد الطوسي هل ممكن تفكر بالعقليه دي؟ يعني ممكن افكر ان انا بلاعب الاهلي الاسم الكبير في ارضه قبل نهائي، ممكن افكر ان انا اضغط على النادي الاهلي من الامام من البدايه؟ انا مع كابتن ماهر في الآن، يعني في سيناريو دايما في المباراه ما تاخدوش هو الشكل اللي هيبقى طول المباراه، اللي هي الضغط الامامي وارد في بدايه المباراه، يبقى مش قصده يضغط يعني عشان يجيب جول، لا قصده يضغط يحسسك بيه
من الاول من الضغط الامامي بيشتغل بقوه، بعد كده بيرجع بيقفل يوقف ال 35 متر. ده طبيعي يعني، طبيعي لو انا بلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي اعتماده على المنطقه بتاعه وسط الملعب اللي هي التحضير للهجمه، لازم اعمل على الضغط ضغط جامد جدا في المنطقه دي. ممكن اعملها من الامام في الاول، بعد كده لازم اعملها من وسط الملعب في الحته اللي النادي الاهلي بيعرف يدور فيها الكوره، اخلي النادي الاهلي يلجا للكره الطويله، وده اللي مش عايزينه النهارده. مش عايزين النادي الاهلي يلجا للكره الطويله، الكره الطويله مش في صالحنا يعني، ما عندناش حد في الالعاب الهواء ولا حاجه، يمكن ازاره شويه، ولكن احنا بنوصل بالاستحواذ بتدوير الكوره بالتحركات اللي بدون كوره. هي كره النادي الاهلي اللي هي بتعتمد على الاستحواذ والصبر لغايه ما الاقي ثغره اشتغل منها. فهو ممكن يضغط لك بقى في الحته اللي انت بتحضر منها، انت بتحضر من عمق الملعب من بناء الهجمه، ممكن يسيبك تبني من تحت من عند قلب الدفاع، ولكن لما بتيجي تخش في نص الملعب يبقى عامل الضغط عليك بقوه في المنطقه بتاع نص الملعب، وده اللي هتشوفه النهارده برضه، تلاقيه هو ضاغط عليك في نص الملعب في القلب. فازاي انت بتشتغل على الاطراف بشكل كويس؟ وممكن يعني انت بتقول لي لو انت بتلعب النادي الاهلي ممكن اعمل الكلام ده، اعمل الكلام ده في الاول، ما اخليش النادي الاهلي يبقى عنده المساحه اللي يقدر يدور فيها الكره، او يبقى عنده الرؤيه اللي يشتغل فيها. هيتعبني يعني النادي الاهلي لما بيلاقي المساحه لا بيمسك الكره بيشتغل بيستحوذ، والتحركات اللي بدون كره اللي مميز بيها النادي الاهلي دي بتخلي اي فرقه بتلاقي المساحه اتخلقت لاي حد، يعني تحرك ازارو بيتحرك كويس جدا على الطرف، فتلاقي حته كبيره المدافع بيروح معاه، حته كبيره الوليد اللي بيروح فيها، حته كبيره الحمودي يروح فيها، حمودي يخش جوه يخلق مساحه لاحمد فتحي او لهشام محمد، يعني عندنا حته نص ملعب اللي بيكمله بشكل كويس موجوده. فهي دي يعني النادي الاهلي يعني هيفكر ازاي لما يلاقي الضغط عليه مثلا في الاول. ما مش عايزين نرجع زي ما قلت للكره الطويله، لازم ادور الكره بشكل كويس جدا، لازم وليد طبعا دور مهم قوي النهارده قوي، اللي هو زي ما بنقول الرابط في نص الملعب، الرابط في الناحيه الهجوميه، اتحرك ازاي على ضوءه بيتحرك هشام محمد من تحتيه، على ضوءه بيتحرك وليد ازارو، حمودي لما بيستلم مين بيخش مين بيبتدي يساعد معاه، ازارو وليد احمد فتحي مقرب له، عملنا نبع يعني شغل الجبهات النهارده مهم. الفرقه لما الكره من ناحيه اليمين بتلاقي الفرقه كلها رايحه لفرقه وفاق سطيف، يعني الوداد كان بيشتغل على تجميع اللعب في منطقه ويغير الناحيه الثانيه، بتلاقي عامل جناح وعامل شغل كويس جدا الناحيه الثانيه، فهو كان عنده تغيير الملعب بشكل كويس. ده اللي عايزين نشوفه النهارده، ازاي بجمع لعب في منطقه مثلا عند علي معلول، ازاي بلاقي احمد فتحي فاتح لي، ازاي بلاقي حمودي فاتح لي، تغيير الملعب ده مهم جدا، هتلاقي المساحات دي موجوده عشان هو دايما قافل عمق الملعب، حتى لما الكره بتبقى معاك انت على الاطراف بتلاقي قافل، يعني هو اهم حاجه بالنسبه له عمق الملعب. عارف طريقه مستر كوبر اللي هو بيقفل العمق ويقفل؟ هو مش هقول لك زيه، لا يعني نفس الطريقه مش عايز نفس افتكر. الشغل اللي هو مش عايز افتكر بقفل عمق الملعب ولكن سايب لك الاطراف. هو بيقفل عمق الملعب وفق سطيف والاطراف بتبقى عنده في مساحات اقدر اشتغل فيها، والوداد اشتغل فيها كتير، اشتغل بكثافه يعني كل كوره واصل على الاطراف وبيعمل عرض، واصل على الاطراف وبيعمل عرض، نادرا ما تلاقيه كانت كوره رايحه من العمق، يعني هو دايما قافل العمق بالثلاثه اللي هم موجودين دولت، هو بيلعب 4-5-1 يعني تلاقي بالكل راجع، هتلاقي مثلا عبد المؤمن ده بيرجع بتلاقيه جنب الباك، هتلاقي حسام ده راجع جنب هواري قافلين هنا، والثلاثه العمق واقفين، وتلاقي راس الحربه الحبيب دوت نازل كمان في نص الملعب، بيطلعوا بالكره كويس، يعني الخطوره بتاعتهم لما بيرجع وبيعرف يقطع الكره، بيعرف يطلع الكره في لمستين بتلاقي الكره رايحه في نص ملعبك. دي الخطوره اللي موجوده في فاق سطيف في المباراه اللي شفتها بيلعب بره ارضه. طيب يمكن النهارده مش هنلاقيها كتير يا كابتن اسامه، لكن وليد ازارو بيعملها 10 على 10. وليد ازارو بينزل شويه، يعني هو بينزل يستلم كره في وقت من الاوقات، وفي وقت ساعات بينزل عشان يخلق مساحه ورا من خلال السرد باك اللي بيكمل معاه للناس اللي ورا، ودي حاجه بتبقى حلوه جدا جدا. لكن ماذا لو كمان يعني الاقرب ليه هيبقى وليد سليمان، يمكن اكيد مش يمكن اكيد رشيد الطوسي والجهاز الفني كله اتفرج على الاهلي الفتره اللي فاتت وشاف ان وليد سليمان اخطر واحد، محور اداء بشكل رهيب جدا، عامل الربط ما بين الدفاع والهجوم، وعامل الربط ما بين الحته الهجوميه تحديدا ولا حاجه. الفكر ده قدم، وارد يلعب عليه واحد يبقى معاه في كل مكان يعني. تمام، حلول الاهلي تبقى عامله ازاي؟ يعني هل يبقى هشام مثلا ياخد دور
جزء من شغل وليد سليمان، ولا اسلام محارب هو اللي يخش، ولا وجهه نظرك هتبقى عامله ازاي يا كابتن ارسال؟ هو النقطه المساحات اللي انت اتكلمت فيها كابتن سيد، ان وليد ازارو ينزل وتبدا تتخلق مساحات في ظهره، دي مش هنشوفها كتير النهارده، ان حتى لو وليد ازارو نزل مش هتلاقي المساحات موجوده، هتلاقي في تكتلات دفاعيه. النهارده اللي يضرب التكتلات الدفاعيه دي هي عمليه السرعه في الباص. النهارده اكون مجهز تفكيري ومجهز ان انا لما بستلم الكوره عارف بلعب الباص على طول من لمسه واحده ولمسه ولعبه، هي المساحات الضيقه محتاجه كده. همسك الكوره ولسه هبدا افكر، هتلاقي على طول معايا واحد مان تو مان. النهارده برضو الحركه مهمه جدا، حركه خاصه الاربعه اللي قدام، وليد ازارو واسلام محارب وليد سليمان واحمد حمود. طول ما في حركه مستمره، طول ما انا بفضل نفسي بفضل زميلي. النهارده لو شفت احمد حمودي مثلا سلم الكوره ودخل بيها لجوه واشتغل مع وليد سليمان هيفتح مساحه لاحمد فتحي. نفس الكلام الناحيه الثانيه، اسلام محارب وبيعملها كويس جدا مع علي معلول، وشفناها المباراه اللي فاتت دايما بيضم لجوه بيخلق المساحه دي لعلي معلول اللي بيشتغل فيها بشكل مميز. وليد سليمان دايما يتحرك. يا كابتن اسامه احنا بنتناقش ليه؟ لان الامر الفني ده مهم جدا. ممكن ما يبقاش الحل اسلام محارب، ممكن ما يبقاش الحل مثلا اللي جاي من تحت، اللي جاي من تحت خالص، وانا اللي بفضله المساحه وانا قاصد بيعملها 10 على 10 صح. وانا النهارده لو احمد حمودي مسك فضل ماسك الخط واسلام محارب، انا النهارده قفلت على مفاتيح اللعب اللي عندي، فتحي وعلي معلول دول مكسب الاهلي. فانا النهارده ما يبقاش شغل كله من بره، في وقت لازم افتح الملعب فعلا علشان المساحات هتبقى ضيقه، بدي المساحه. وفي وقت لا، لازم استلم من جوه واتحرك لجوه، وممكن اتحرك من غير كوره عشان افضي. النهارده حسام عاشور برضو عنده لونج باص بيعمله، اول ما بيلاقي حمود دخل واحمد فتحي طالع بيعملها له في مساحه. التحركات دي مهمه جدا النهارده. التكمله الهجوميه مهمه جدا النهارده برضو من اسلام محارب. وليد سليمان عليه دور مهم جدا، وظهر دوره خلال مباراه الحريه في المباراه الاولى، خبراته ظهرت، خبراته برضو في مباراه النجمه اللبناني عليه عامل مهم النهارده في ربط الخطوط دايما، ودايما هو اللي بيحل لكل الناس اللي في الملعب. دايما لما يا احمد حاول يمسك الكوره او اسلام محارب بتلاقي دايما حسام عاشور مقرب، وتلاقي وليد سليمان عندك دايما الثلاثيات او الثنائيات اللي بتبقى موجوده في الملعب. هو وليد سليمان ما شاء الله بيجدها بشكل كويس، وحتى بيتحرك دايما عكس وليد ازارو. وليد ازارو لو اتحرك تلاقي دايما وليد سليمان بياخد المساحه الفاضيه الثانيه. وليد سليمان طبعا يعني ربنا يوفقه النهارده يعني، ويعني وتبقى تكمله لكل المباريات ما شاء الله اللي كان يعني النادي الاهلي بيفوز فيها. وليد سليمان له دور كبير سواء بخبراته او سواء باهدافه او حتى بصناعه اهدافه. النهارده برضه حسام عاشور وهشام محمد اللي ميز النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت الاثنين الثنائي دول، واحنا بقى في ثنائيه جديده. كنا بنتكلم على الثنائيه بتاعت حسام عاشور وعمرو السوليه، دلوقتي ما شاء الله هشام محمد خد الثقه، يعني رجليه بدات تتقل اكتر في الملعب، نواحي الدفاعيه عنده زادت، الشراسه في 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 قطع الكوره زادت عنده، التكمله الهجوميه عنده زادت. وهشام محمد عنده ميزه ما شاء الله عاليه جدا، لعبه كله مش عرضي، يعني مش بياخد من اليمين يحط في الشمال، لا ده طولي وبيضرب الخطوط، ده مهم جدا، وحتى بيعملها في المساحات الضيقه، ودي ميزه كبيره النهارده في المساحات المخنوقه النهارده، ازاي يعمل الباص ما بين اثنين يضرب بيها خط يوصل. هو هشام محمد النهارده ده ده يعني المطلوب يعني، يعني النهارده طول ما انت الكوره بالعرض ما انا واقف خلاص، انا كفيروت وفاق الصيف احنا واقفين، طول ما انت بتلعب بالعرض انا واقف صح، ما عنديش مشكله ان شاء الله، انا لعبت لبكره حتى ما عنديش مشكله. لكن النهارده الكره المؤثره اللي تضرب خط، هشام محمد بيستلم بيعملها مثلا لوليد ازارو في مساحه، بيعملها لوليد سليمان بين اثنين، يبدا تضرب التكتلات الدفاعيه دي. فالنهارده طبعا برضو يعني هدف من بدايه اللقاء هو اللي بيفتح الجيم، وهو اللي بيحسم الامور دي. هدف في بدايه اللقاء بيسهل حتى الدنيا، حتى بيخلي يعني فكر رشيد الطوسي بيغير فكره، حتى هو رشيد الطوسي طبعا يعني ملك التصريحات، بيحب دايما الاجواء الملتهبه، حتى قبل المباراه احنا بقى لنا 3 4 ايام دايما تصريحاته فيها يعني فيها حماس شويه، فيها استفزاز شويه، ده طبيعي في امور الكوره. طيب بمناسبه الاستفزاز يا كابتن ماهر، يعني في حته احنا كمصريين بنقع فيها، يمكن ال 10 15 سنه اللي فاتت تحديدا بدانا نتداركها شويه ونبقى هادين احسن ونركز في الملعب، لكن ساعات بنقع فيها، اللي حته ان انت تستفز من تصرف مثلا، من كلمه، من اشتراك، من التحام، وده ما بيبقاش في صالح ابدا ابدا الاهلي. ايه اللي ممكن يتقال للعيبه، وهل ده دور مثلا كباتن في الفرقه زي حسام عاشور ووليد سليمان؟ ايه اللي ممكن يتقال للعيبه في الحته اللي زي كده يا كابتن ماهر؟ طبعا اكيد دي من ضمن التعليمات للمدير الفني، خصوصا للعيبه العصبيين اللي موجودين عندنا، يعني عندك وليد عصبي
أزاره عصر، فأكيد هيبقى في تعليمات من المدير الفني مع كابتن الفرقة مع حسام عاشور ان احنا يبقى عندنا الثبات الانفعالي يا كابتن سيد، اللي الناس كلها تقول لك ايه الثبات، ايه الثبات الانفعالي ده، ايه الثبات الانفعالي ده، انك انت لما بتخش الجيم وتبدا غصب عنك انك انت بتبذل مجهود وبتبدا تلتحم وتقع وتخبط وبقى عليك رقابه فبتبقى انت مشدود. الثبات الانفعالي بقى محتاجينه في الوقت ده ان لما يحصل يعني عرقله لوليد او يحصل التحام لوليد مش لازم بعد الكره بقى اقوم اشوح واقوم ازق واخد بالك انت، امتثل لقرارات الحكم. مهم جدا النجوم الكبار بتوعنا اللي هم عندهم عصبيه ويمكن بالاخص وليد وازارو النهارده محتاجين الثبات الانفعالي منهم بشكل كبير جدا، ان هم يبقى عندهم يقظه وعندهم يعني حنكه وعندهم صبر ومصابره واخد بالك، ويبقى عندهم ثبات انفعالي. لان انت النهارده يا كابتن سيد مهم جدا سيمي فاينل، ربنا يكرمك هتروح للفاينل، بطوله غاليه وبقى لها فتره اكتر من 5 سنين ما حصلناش عليها. فالنهارده مهم جدا من اللعيبه العصبيه تعليمات الجهاز الفني وتعليمات كابتن الفرقه النهارده يبقى انا عندي شيء من الصبر وشيء من الحنكه وازاي ان انا ما اتعصبش، وخصوصا يا كابتن سيد طول ما النتيجه 0-0 فهتلاقي نجومنا ممكن يتشدوا للعصبيه، احنا مش عايزين كده، الجول بيجي في ثانيه. فانت النهارده كل ما انت بتستحوذ وكل ما انت بتتحرك من غير كوره وكل ما انت بتهاجم بشكل منظم الجول بيجي في ثانيه. فنجومنا الكبار اللي هم عندهم اللي بيستعجلوا في العصبيه بياخدوا انذار، ارجو النهارده ان هم يمسكوا نفسهم بشكل كبير جدا. في نقطه كمان يا كابتن سيد عايز اقول لك ان احنا كده في حوارنا لو رجعنا بالوقت وللزمن كل الفرقه اللي غمرت على النادي الاهلي وبدات تهاجمه من الامام النادي الاهلي ضرها بشكل كبير جدا، وفرق كبيره وليها باع كبير جدا اتضرت في البطوله دي من النادي الاهلي بهدف واثنين وثلاثه زي الترجي زي النجم الساحلي زي الوداد ومشيت ورحلت اجهزه فنيه على اعلى مستوى. فالنهارده في دروس ان اللي بيغامر على النادي الاهلي وبيحاول ان هو يعني بلغه الكوره يفتح صدره وان هو يحاول ان يضغط النادي الاهلي من قدام على مراحل، فاحنا نتمنى طبعا نشوف ان ده الموقف هيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نضر وفاق الصيف يبقى عنده مساحات نقدر نستغلها بشكل جيد. سألوك على حاجه، طبيعه لعب وفاق الصيف حتى في الدوري اللي هو شكل الدفاع اللي هو زون الديفنس، يعني هو بيعمل حتى في الدوري بيلعب فريق كبير فريق صغير، هي دي طبيعه او طريقه اللعب بتاعت المدرب رشيد التوصي. رشيد التوصي بيلعب، تعرف ان هو مره يعني في 97 كنت انا في كاس الامم الافريقيه للشباب 97 في المغرب، كان هو ماسك فرقه المغرب شباب المغرب، شوف انا فاكر اسمه ازاي. مدرب كويس، مدرب كويس لما خد البطوله ساعتها. الجزئيه اللي بتتكلم عنها بتاعت كابتن مار حته الثبات الانفعالي في الملعب، شمال افريقيا بيبقى عامل جزء من التكتيك بتاعه ضياع الوقت، ده اللي بيخلي اللعيب يخرج عن شغله. واجهت انت الموضوع ده كتير يا كابتن؟ كتير وانا لاعب وانا مدرب. هو بياخدك بيخليه يمشي من ورا زي ما عايز. نرفزت. اكيد وانت لاعب اتنرفزت. لا كتير صح؟ يعني الواحد بعد ما بيكبر شويه لا انت بتفكر بتتعلم والكلام ده لازم تنقله للعيب، يعني هو اصوابي اول لما بينرفزك بيخرجك عن تركيزك، جزء من التركيز بيروح في حاجه ما يعني هو بتخبطه بيوضح الاصابه بقى جامده جدا وياخد فيها دقيقه في دقيقه والوقت بيجري، كل ما الوقت بيجري في صالحه هو، وده تكتيك من ضمن اللي بيعملوه يعني شمال افريقيا او الفرقه كلها دلوقتي اغلبيه الفرق ازاي بيجرك. عندنا في مصر برضو جزء دلوقتي كتير بقى اقول لك فرق كتير في مصر بياخدك لجزء معين بيخرجك بره تركيزك، لكن هو مركز ازاي امتى بيعرف يضيع الوقت ازاي بيخلي، وممكن الحكم ما ياخدش باله من الحاجات دي او الحكم ما بقاش، لكن الحكم لو مساند في الموضوع ده بشكل كويس هيخلي الكره تمشي بسرعه. صحيح. لكن هما بياخدك في الجزئيه دي بالذات لما يلعب بره ارضه، هو عايز يخرج بالنتيجه السلبيه ما يخشش فيه جون، النتيجه ايجابيه بالنسبه له ما يدخلش فيه جون. الستاره اللي بيعملها ودايما بيعمل ستاره كويسه جدا في نص الملعب، ازاي نقدر الصعوبه اللي هتقابلنا ازاي اقدر اخترق الستاره اللي بيعملها من خمسه بتوع نص مع خمسه هتلاقيهم في نص الملعب واقفين، ده السيناريو اللي هيبقى بعد 10 دقايق هتلاقيه تراجع وقف الوقفه دي، قدر الله يعني ما يجيش فينا حاجه ولا حاجه، يعني انت تبقى انت اللي ماسك زمام الامور، انت اللي بتستحوذ، انت اللي بتقدر تهدف كرة سريعه. احنا محتاجين الربع ساعه الاول ان شاء الله نجيب هدف.
شاء الله باذن الله هتفرق مع هتفرق في سير المباراه نفسها. صح. هتلاقي خطوط اتفتحت سنه، لكن هو برضو دي طريقه لعبه اللي هو ازاي بيعمل مواقف دفاعيه بعدد كبير من اللاعبين. ممكن يكون التمركز خاطئ عنده في بعض المراكز، ولكن العدد الكثافه العدديه بتاعه اللعيبه تبقى كثيره في نص الملعب، تبقى قدام ال 18 قافلين بشكل قوي جدا، ويعتمد زي ما قلت على نقل الكره بسرعه للاعيب او اثنين في الناحيه الهجوميه. يعني ما بيروحش بعدد كبير في الهجوم، يعني بيجي يعمل تحول هجومي بيروح باثنين بالكثير ثلاثه طرف، الوينج رايت عبد المؤمن، راس الحربه بيتحرك كويس في الناحيه الاماميه، راس الحربه بيضغط كويس جدا، يعني عنده قوه بدنيه اللي هو عايز يعمل ضغط على المدافعين. بتلاقيه نازل مع نص الملعب عامل زياده عدديه كمان عشان يقفل العمق بشكل كبير جدا. فده محتاج برضو زي ما قلت اللاعب المهاري اللي يقدر بسرعه انقل لحمودي بسرعاته، انقل اسلام محارب، وليد ازارو ازاي يقف على الكوره صح عشان وليد يجي له، ازاي نطلع بسرعه ورا الكوره، ازاي نبقى واقفين ورا مأمنين شكل الدفاع بتاعنا بشكل قوي يعني. طيب احنا بنلعب لعبه جماعيه يا كابتن اسامه، والاهلي لما بيكون الحته او اكتر ميزه عنده هي الحته الجماعيه، لكن كابتن حماده اكيد يفهم الكلام ده كويس او عارف الكلام ده كويس جدا. في اوقات في مباراه كبيره، وكابتن ماهر بالتاكيد يعني، لكن في مباراه كبيره تحديدا وانت مدير فني تقول ايه؟ لو عندي فلان وفلان ماسكين نفسهم النهارده قوي زي ما الكتاب بيقول هيفرقوا معايا جدا. مش مساله هم احسن، لكن البوزيشن بتاعهم تحديدا بيبقى بيخدم الطريقه بتاعتك اللي انت عايز تلعب بيها، او الطريقه بتاعه الخصم اللي ممكن تستغلها منها. مين من وجهه نظرك الثلاثي ده من وجهه نظرك النهارده يا كابتن اسامه؟ هو النهارده وليد سليمان ان شاء الله يبقى في حالته، هو اللي بيعمل لك حاله في نص الملعب، وبيعمل لك حاله برضه هجوميه يعني كبيره جدا للنادي الاهلي، وبيديك يعني زياده عدديه في النواحي الهجوميه. هو وليد سليمان، عندك برضه صلاح محسن، النهارده برضه عندك صلاح محسن على الدكه بره، ممكن ورقه رابحه كبيره جدا شفناها خلال اللقاءات اللي فاتت. في اوقات صعبه وبدايه المباراه يعني لعب دور مهم. النهارده ممكن برضه عندك ممكن تغير طريقه اللعب، النهارده الشوط الثاني ممكن يبقى عندك وليد ازارو، صلاح محسن، يبقى عندك قوه هجوميه كبيره جدا. عندك مؤمن زكريا زي ما قلنا واتكلمنا على حالته المعنويه مرتفعه، واحرز هدف في مباراه النجمه، النهارده ممكن لو دخل برضه الشوط الثاني يقدر يعمل لك حاله هجوميه كبيره. عندك احمد حمدي، احمد حمدي هو لعيب شاب وصغير، لكن بيعرف يلعب في المساحات الضيقه، بيعرف يفك يعني التكتلات الدفاعيه دي بمهارته، بيعرف يعدي، بيعرف يعمل باص، بيعرف يدخل ال 18، وشفناه حتى في الثلث ساعه، حتى بالرغم ان هو لسه خبراته قليله شويه ما لعبش برضه في افريقيا، لكن هو عنده يعني الحلول دي. النهارده وليد سليمان ان شاء الله، وليد ازارو لو في حالتهم هنشوف النهارده يعني قوه هجوميه للنادي الاهلي، وانا بتوقع ان شاء الله النهارده وليد ازارو بقاله فتره من مباراة اوغندا كانت كامبالا سيتي ما احرزش اهداف، ان شاء الله انا بتوقع النهارده وليد ازارو يبقى يعني يسجل النهارده في مباراة النهارده ان شاء الله. شهر رحمن هيسجل باذن الله. كابتن ماهر، المباريات اللي زي كده ما بتستحملش اخطاء، ما بتبقاش مستحمله اي خطا يعني. ايه الحاجات اللي خايف منها كابتن ماهر انها لو حصلت لا قدر الله ممكن النادي الاهلي لا قدر الله يجي فيها هدف؟ بص يا كابتن سيد، انا خايف من الحاجات الثابته، يعني الحاجات الثابته بتمثل خطوره بشكل كبير جدا على النادي الاهلي الفتره الماضيه. لو احنا قدرنا ان احنا نمنع بقى من المنطقه الدفاعيه المؤثره، احنا نمنع الفاولات، نمنع يعني ما بقاش في كورنر بشكل عدد اكتر، الفاولات الجانبيه ما بقاش بعدد اكتر، الحاجات المباشره اللي على ال 18 بردك اكيد هم عندهم لعيبه مميزه بيقدروا يتقنوا هذه الالعاب. نتمنى ان احنا يعني نقلل منها بشكل كبير جدا. عايز اقول لك كابتن سيد كمان حاجه تدينا ثقه، النهارده احنا بنتكلم على الكره المرتده، الكره المرتده لينا احنا بتبتدي من خط الظهر. يعني الفرص اللي بيبقى عدد وفاق سطيف داخل نص ملعبي واقدر اقطعها، وبدل ما احضرها العبها مباشره لقدام، يعني مثلا كوليبالي قطع قدر يلعب لهشام، هشام بسرعه يقدر يلعب لنص الملعب. انا شايف ان ده هيسهل لنا كتير جدا جدا ان احنا نخترق افاق الصيف، وهتبقى ثقه حتى للمدافعين ان هو بيامن خط ظهره، وفي نفس الوقت بنقل لنا الكوره بسرعه عشان عدد افاق الصيف اللي هو داخل نص ملعبنا يقدر يتضرب بعدد اكتر.
لكن في حته ان انا هقطع الكوره وهبدا اسلم على الجنب وبعدين ترجع لورا وبعدين كل بالي يلعبها بالعرض وبعدين تروح لمعلول، ده هيدي فرصه ان وفاق الصيف بشكل كبير جدا ان هو يقدر ينظم خطوطه، وهو ده اللي عايز يسعى او ده اللي بيسعى ليه وفاق الصيف. فعايز اقول لك ان الكره المرتده بتبدا من خط ظهرنا وتتعمل بشكل امامي، الباص الامامي لنص الملعب ثم الباص الامامي لمهاجمي النادي الاهلي، تاكد هنخترق بشكل كبير جدا وهنبقى بنمثل خطوره على وفاق الصيف خلال ال 90 دقيقه. فانا بقعد افكر كده اقول وعايزين نوصل للساده المشاهدين يعني ايه كره مرتده. يعني كره مرتده تقدر تبنيها صح لو انت بتدافع في نص ملعبك وفاق الصيف عدده موجود في نص ملعبك اكتر من خمس ست لعيبه، لما اقطع كوره من الدفاع بدل ما احضرها العبها لقدام، يمكن اسامه اشار اليها وحماده اشار اليها. عايز تلعب طولي على طول بقى كده على فترات اوقات اوقات الوقت بيحتاجها حسب المساحه اللي بينك. دي كانت في ماتش الحريه الشناوي مسكوا الكوره عملها لاحمد فتحي لوليد سليمان صلاح محسن هدف بالظبط. يعني عايز اقول لك ان زي ما حماده قال على اوقات ما تفضلش فيها تسرع او سربعه، لا لو ما قدرتش خلاص ابني ابدا من الجنب اخد ثقه وبعدين الجنب وبعدين ابدا اللي قدام، لكن لو قدرت وانا بنط كل بالي واخد بالك واحنا في الهواء اقدر اسلمها نص الملعب هتفرق معايا بشكل كبير جدا، هبقى ضارب جناح وراس حربه مضروب واحد نص الملعب بيتقدم. مهم جدا يا كابتن سيد يبقى احنا عندنا الثقافه دي، لان الكره المرتده الناس فاكراها ان بقى نص الملعب هو اللي بيلعبها للفراوده، لا ده الكره المرتده بتبدا من خط الضهر. الموقف ده بالتالي مش هنشوفه كتير النهارده كابتن ماهر، هم بيهاجموا بعدد قليل وبيثبتوا مثلا بسبع لاعبين او ست لاعبين على الاقل ورا، فموقف ده هتلاقيه مره مرتين في مباراه بالزبط. في كره ثابته ليه هو بتاع ازاي بقطع وليد ازارو بيتحرك في المساحه اللي اقدر انقل نفسي بسرعه، في اوقات تبقى مطلوبه كده بالظبط، اوقات مطلوبه لا لازم اهدى على الكره واشتغل عشان هم بيرجعوا بعدد كبير في الناحيه الدفاعيه، وارتدادهم في الدفاعي كويس جدا بيرتدوا بشكل كويس، بس قلت لك تمركزهم سيء يعني حتى الكور اللي جت للوداد بسبب التمركزات هم عدد كتير بس الوقفات غلط، فقدر الوداد يوصل ولكن يمكن سوء الحظ بالنسبه له ويمكن حظنا احنا ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. طب عندي نقطه مهمه جدا يا كابتن حماده، انت الضغط على مستوى ال 90 دقيقه صعب جدا بكل عدد الضغط الجماعي ممتاز وكل حاجه، لكن مش تقدر تنفذه ال 90 دقيقه زي ما الكتاب بيقول، مفيش فرقه بتعمل 90 دقيقه ضغط صعب جدا، صعب الحته البدنيه هتبقى صعبه بالنسبه لهم، لكن كمبدا بقى اسيب الفرقه دي في بعض الاوقات تحضر ولا ما خليهاش تحضر خالص؟ يعني بدايه المباراه ما اقدرش ما اخليهاش تحضر خالص، لازم خالص. اعمل الضغط الامامي بقوه وبعد كده ازارو رايح لازم حسام عاشور وهشام محمد هم اللي بيشتغلوا. انت جبت اللي بعديهم على طول، انت ما قلتش مثلا اسلام محارب، وانت جبت كمان حتى اللي بعدهم على طول. هو عندي واحد بيدي اشاره ضغط مثلا الكره راحت على الطرف راح مثلا ازارو اللي راح حمودي اللي راح، يبقى لازم فتح في ظهره، لازم نص الملعب اساسي. هي المشكله في ايه؟ المهاجمين بيعملوا الضغط وتلاقي نص الملعب بعيد عنهم، فهي يتخلق مساحه لظهرهم، هي دي اللي بيشتغلوا عليها وخط عندي بيتضرب. ان ما كانش الضغط يبقى ضغط جماعي بقوه، بس امتى بعمل الضغط الجماعي؟ لما اكون ضامن الكره راحت على بره في وقت معين ببقى اعمل توجيه للكوره بعمل الضغط بقوه، فلازم اعمل الضغط عشان هو ما يحضرش، خليه هو بقى اللي يعتمد على الكره الطويله يفقد الكره بسهوله. شغل النادي الاهلي فيه الميزه ديت اللي مكان ما بقطع بتتقطع مني بجيب الكوره، فما خليش هو يبتدي يعمل ياخد نفسه حتى، يعني هو مش عايز ياخد نفسه، انا بعمل الضغط في كل اوقات حتت في الملعب مساحاتي كلها قريبه من بعض بعمل الضغط عشان اقدر انقل من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسرعه. كابتن اسامه انت واحد من الناس اللي احرزت في الفرق الجزائريه، تتوقع مين النهارده؟ وليد ازارو ان شاء الله. وليد ازارو. وليد ازارو. كابتن حماده يا رب اللي قدام كلهم يا حمودي اسمع بس احمد حمودي ووليد سليمان ان شاء الله باذن الله. كابتن ماهر ازار ووليد سليمان ان شاء الله ان شاء الرحمن يا رب ان شاء الله. يعني باذن الله تعالى يبقى يوم حلو ان شاء الرحمن على كل الاهلاويه، النتيجه ان شاء الرحمن تساعدنا في لقاء العوده هو شوط اول، يعني بمنتهى العقل كده والحماس والجديه والاصرار والعزيمه وكل الصفات اللي ممكن تتقال في كره القدم ماشي، لكن في النهايه هي مباراه من اصل مباريتين، النتيجة بتاعتها هتخدم المباراة التانية لكن هي مش الفيصل مش النهائية، إن شاء الله الرحمن نحقق نتيجة كويسة بإذن الله تساعدنا على الصعود من الجزائر بإذن الله تعالى، تتويج حلم الأهلي وكل الأهلاوية وكل مصري
للفوز بالتسعة بإذن الله. مستمرين معكم بعد المباراة، اوعى تروحوا أي مكان تاني في ملعب الأهلي من خلالنا بقى، ومن خلالكم ومن خلال مشاركتكم وبعت الرسائل على طول وصورتك وكل حاجة، ويوم حلو بإذن الله.